نصبح بالخير كل المشاهدين، يوم جديد لبرنامج عالم الصباح وانطلاقة أسبوع جديد. نحن وياكم طبعا مع معلومات وضيوف اللي انتم دايما بتنطروها واللي تستعملوها بتستفيدوا منها بحياتكم اليومية. اليوم الاثنين 2 أكتوبر تشرين الأول 2017 ننطلق نحن وياكم مع عالم صباح جديد. أنا بدي أقول أول شيء هالشهر مخصص لحملة توعية ضد سرطان الثدي، مثل ما شايفين البن والطابة اللي قدامكم يلي حاطينها للتوعية لأي سيدة عندها عوارض أو ما عندها عوارض. مش غلط إنه يكون عندها الخطوط الرئيسية والأساسية لازم تعملها ولازم تقوم فيها مشان تحافظ على صحتها بشكل سليم. على امل انه نقدر كمان نفيدكم بهالمضمار بمعلومات كافيه مع الاطباء والدكاتره والضيوف اللي رح يمرقوا معنا خلال هالشهر، شهر تشرين الاول اللي مخصص لهالحمله بالتحديد. حبيت احكي اليوم كمان عن الاختلاف وتقبل الاخر. نلتقي بكثير عالم بحياتنا ما بيشبهونا ابدا، عالم يلي بنشوفهم مره مرور الكرام، عالم يلي هن جيراننا، بيتهم حد بيتنا، الباب الباب، يمكن ما بنلتقي فيهم او ما بصير الا بالمناسبات القليله او وقت نلتقي بمدخل البنايه، عالم من طوائف اخرى، عالم من طرف سياسي اخر، عالم مدخوله اكثر منا، عالم مدخوله اقل منا. طبعا في دائما الاختلاف بين الاشخاص، ولكن اذا بنفتش بين السطور دائما بنلاقي نقاط مشتركه بيننا وبين العالم اللي عايشين حوالينا. كرمال هيك كل الزعماء يلي فكروا بهالطريقة هيدي وانتو أدرى مين كمان ودعيوا لتقبل الآخر ودعيوا للاختلاف وبالاختلاف بيكون سلام، قدروا يقدموا لوطنهم خدمة كتير كبيرة بالعيش المشترك، قدروا يقدموا خدمة كتير كبيرة لوطنهم بالوطنية وبالدعوة لأنه نكون إيد وحدة ومتحدين. بتمنى انه دايما يكون عندنا هالفكره وبكل ايجابيه نتقبل الاخر شو ما كان اختلافه عنا، شو ما كان في عنده امور نحن ما بتعجبنا، دايما فينا نقرب بوجهات النظر بيننا وبين اي شخص نلتقي فيه بحياتنا اليوميه وخاصه بالحياه العمليه. اذا منفتش ومنكون اذكياء نحن بنرتاح ومنريح اللي بوجهنا. ودايما في مقوله كان لي اياها بيي ودايما بتذكرها وبكررها، بيقول لي شوف اللي بوجهك هو شو بده واعطيه، انت بتكون مرتاح وانت اللي بتنجح. فبتمنى عليكم انه انطلاقة اسبوع تكون حلوة ودايما ما تكون الاختلاف بالزعل من الاخر او بالبعد عن الاخر، بالعكس يخلوا الاختلاف انكم تقربوا من الشخص الاخر بتقريب وجهة النظر. نحن منطلقين اليوم ل 12:30 تقريبا بتوقيت بيروت او للوحدة اليوم بتصور 12:30، انا قد وقائع المحكمة الدولية خلال هالاسبوع. فيكم تتواصلوا معي على صفحة السوشيال ميديا. أنا سألتكم عن الصحة بما أنه نحن هذا الشهر مخصص لتوعية سرطان الثدي، هل تهتموا بصحتكم أو بتتركوا الأمور الصغيرة هيك تمرق مرور الكرام أو مسرسبين على الصحة؟ كتير مهمة هذه الشغلة. تواصلوا عبر كل السوشيال ميديا عبر رقم الواتساب 03-010-533. شايف صباح الخير، بعرف أنك مسرسب على صحتك، هي هي بنعرف. صور كل العالم صارت تعالي بعدك؟ بعدك. الصحة أهم شيء جوزيف طبعا، على طول أنا بضل مهتم بصحتي وكتير مسرسب، مش إنه شوي، كتير. النجاحات بيقولوا دايما بالحياة إذا الواحد بيكون مبسوط بالحياة شو؟ مصاري، صحة، صحة صحة أهم أو شيء أو سعادة. إيه؟ صحة أهم شيء، صحة بعدين هي بتجيب السعادة وبتجيب المصاري. 100% أهم شيء الصحة. صحتك منيحة؟ منيحة الحمد لله. أكيد صحتك منيحة؟ في شيء حاسس بشيء كنت امبارح ما عدتك شيء كذا؟ لا مش الحال. شايف نحن طبعا خلال هالشهر مثل ما قلنا المشاهدين في عنا شهر التوعية ضد لسرطان الثدي للحد منه طبعا، رح يكون معنا ضيوف كتار. أكلتنا صحية اليوم؟ أكلتنا كتير صحية، عشان هيك في عندي صينية الكفتة بالطحينة. أوكي. وعندي برغل باللحم والخضار طبعا، وفي عندي وصفة حلو كب كيك بالزبدة. كتير منيح. هاي الزبدة خشيشة، فينا نعملها كب كيك خلينا على الاثنين. بعده زيت الزيتون بيقدر بينعمل بزيت الزيتون حلو؟ بينعمل عن جد؟ ايه بس ما بيطلع كتير طيب. طيب جرب لنا شي مرة بزيت الزيتون حلو لأنه هو أكتر زيت بيحمل الحرارة. صح. ثانك يو شيف، نحن وياكم بننطلق انطلاقتنا ومنبلش مع تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراج. صباح الخير، اليوم
الاثنين 2 اكتوبر تشرين الاول، اليوم القمر بعده مرافقنا من برج هوائي برج الدلو، بعده عم يشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس، تاثيرات كثير حلوه بترافق الابراج الهوائيه، عم نحكي عن موالي برج الجوزاء، الميزان وكذلك الدلو. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل، بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل نهار جيد، نهار مفيد بالنسبه لك، نهار تتسلى فيه، نهار ضروري تشحن حالك فيه بايجابيات، بافكار حلوه وتتسلى وتفرح وتحاول انك تبتعد عن المشاكل، حاول تخلص اعمالك اليوم ما تاجلها لليومين المقبلين اذا امكن. الاكثر حظا 18 و19 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور هالمثلث الفلكي الهوائي بالنسبة لك بيعني لك كتير، لأنه هيدا المثلث الفلكي الهوائي هو اللي رح يحمل معه نوع من انشغالات ومهمات ومشنز جديدة إذا بهمك الأمر. هيدا نهار معقولة خلاله أنك تستلم عمل مهم أنت بحاجة لإله، ويمكن بالعكس يمكن تتحمل يزتولك عمل او مهمة معقول تكون شوي صعبة. نسق وقتك، انتبه لجدول اعمالك، انتبه للوقت ايضا، وبعض موالي برج الثور يمكن يكون في عندهم نوع من مسؤولية تجاه احد الوالدين. الاكثر حظا 4 5 و6 ايار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء نهار ممتاز، بهيدا النهار تتكلل جهودك بالنجاح، وحتى الإنجازات رح بتكون مميزة مش عادية. اليوم نهار ممتاز جدا من الأيام الرائعة بهيدا الشهر الرائع، تقريبا كل شيء بتحطه ببالك بيصير وبيتم على ذوقك. بتبقى المواليد الأكثر حظا 19 و20 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان انهار متعب شوي، صار لك تقريبا 3 أيام 4 أيام عم تركض تعبان، عم بتحلحل مشاكل، عم بتسوي الأمور، بقول لك إنه بكره رح بتكون مرتاح أكثر، وبالتالي حاول اليوم تمشي على الأصول، حاول إنك تمشي وتنتبه للتفاصيل، حاول إنك تقرب المسافة بينك وبين الآخرين، حتى ولو ترك الأمر إنه أنت تتناسى جروحك ونوعا ما إنه تتغاضى أو تغض الطرف عن بعض المسائل الجارحة. الأكثر حظا 21 و22 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد هيدا المثلث الفلكي الهوائي نوعا ما بتشربك عندك بعض القصص والحكايات، خاصة إذا في مسألة أنت عم بتقدمها من مفاوضات، من أبحاث، من ريسيرش، يمكن من مشروع عم تكتبه، من تاز أبحاث معينة عم بتقدمها، أو إذا في عندك مقابلات، فكون حذر، عندك طاقة كتير كبيرة، انتبه لكل كلمة بتقولها. 15-16 آب أغسطس هو الأكثر حظا. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار معقول يحمل المزيد من الامتحانات، المزيد من الضغط، احتمال انه يكون في ضغط وتعب صحي ومصاريف صحية ايضا. على كل نوعية شغلك، شو ما كان شغلك، شو ما كان عمرك، لازم تكون جيدة، وحاول انه ترتاح شوي خلال ساعات النهار. 7-8 و9 ايلول سبتمبر الاكثر حظا، وكونوا حذرين. بدي زيد عليهم 9 يلي الحظ عنده موجود، لكن ينتبه 9-10 و11 ايلول سبتمبر كونوا حذرين من السرعه. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان هيدا نهار الجو فيه كتير حلو، الجو فيه مرح، الجو فيه ايجابي، الجو فيه بيحمل تطمين بال، بيحمل رواء وهدوء، ومش بس هيك بيحمل كادويات، يعني في نوع من انفراجات واخبار ساره جدا. من الايام الرائعه، من الايام الاروع والاكثر حظا بهيدا الشهر الرائع اصلا، 21 و22 اكتوبر الاكثر حظا. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب نهار أحسن شيء تعمل فيه شيء هو تقعد بالمكتب، ما تعمل شيء مهم وصعب ومعقد، أو تقعد بالبيت. إذا عندك شغل، إذا أنت المدرسة بالجامعة، حاول أنك تضبضب شوي. هذا نهار مزعج نتفي، مزعج من أي ناحية، مزعج أنه أنت مزاجي، نفسيتك بتفضل أنه تكون مركزة شوي، يعني مش أنه راكد وطاير. اليوم نهار مكركب، اليوم نهار تتضبضب فيه، نهار معقول تشعر بتعب، بقلق، او يمكن بضغوط عائليه ومنزليه. الاكثر تعبا نسبيا مواليد نوفمبر. بنتقل لبرج القوس.
بالنسبة لبرج القوس نهار جيد بل نهار ممتاز فينا نقول، لحتى أنت تكون عم تترأس أو أنت طرف عم بتشارك بأي بحث ومشاركة ولقاء. أجواء رائعة بترافقك اليوم إذا عم تحكي، إذا عم بتزور، إذا عم تتواصل مع الآخرين. سمع صوتك، ما تستحي. بكرة فيك تقعد بالبيت، فيك تقعد بالمكتب، اليوم لازم تتحرك. الأكثر حظا يلي عنده فرصة كأنه عم ترجع للمرة الثانية هو مولود 18 و19 ديسمبر. بنتقل لبرج الشادي. هالمثلث الفلكي الهوائي الموجود اليوم نوعا ما يقع طرف منه في بيت المال، في بيت الامتحانات، في بيت النتائج. مطلوب منك انك تكون قد حالك، تكون قبضاي، تشد حالك نتفي وتعطي افضل ما عندك لحتى ما تطلع خسران. واذا فعلا اعطيت المجهود الكافي احتمال انك تطلع ربحان بقوه و تحصل على مكافأة كتير كبيرة. الأكثر حظا 4، 5، و6 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو نهار من الأيام الممتازة بهيدا الشهر الممتاز. مش بس في عنا مثلث فلكي هوائي، مش بس الشمس موجودة ببرج الميزان يلي المشتري أصلا موجود فيه وعم بيوصل لك منه طرطوشة كتير كبيرة من الحظوظ، لكن أيضا القمر ببرجك من امبارح عم بيعطيك انطلاقة وضوء أخضر لحتى أنت تقول اللي بدك، لحتى أنت تحط الشروط اللي بدك إياها. من الأيام الرائعة وفيك تقول أنه انطلاقة لصفحة رائعة، فحاول أنه تكبر عقلك وتشتغل على أمور مهمة. المواليد الأكثر حظا كلكم محظوظين، لكن الأكثر حظا أكيد 17 و18 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هيدا نهار مش بس بطيء عندك، هيدا نهار غير كافي، هيدا نهار غير شافي، هيدا نهار ما بيعطيك حقك، هيدا نهار مزعج طويل كتير، هيدا نهار مفروض انه ما يكون فيه مخالفات. المخالفة اللي انت بتخالفها يمكن حتى يكون جزاها او قصاصها كتير كبير. هيدا نهار تقعد فيه ما تاخد قرارات، ما تجازف، ما تختلف مع حدا. هيدا نهار بدك تنتبه فيه من المحتالين وتنتبه من التأخير كليا بشكل خاص. 2 و3 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة رائعة، سنة حلوة، هيدي سنة بتكافيك، هيدي سنة بتفاجئك بأخبار سارة، بتطورات وأحداث سارة جدا، مثل ارتباط، مثل انفراج، لعقد، لتسويات أنت بحاجة لها، حتى اجتماعيا في احتمال أنه تكون أنت مبسوط وراضي والأمور بتحمل أخبار سارة جدا بحياتك العائلية. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. إذن بلبنان يعني انعرفنا دايما بالعيش المشترك، وانعرفنا بتقبل الآخر وبالاختلاف يلي هو مخلى لبنان بلد سياحي وبلد مجموع بإيد وحدة. دايما يا رب ويرجع إيد وحدة مثل ما كان لسنين وسنين لورا بالاختلاف وتقبل الآخر. هيدا النجاح وهيدا الوصول للهدف اللي نحن بدنا إياه. نحن وياكم مكملين على صباح بريك ونرجع على صحة السلامة مع روى. إذن عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. مثل ما قلت لكم هالشهر رح يكون شهر توعية للحد من أمراض سرطان الثدي. عفوا، رح يكون عندنا ضيوف كتار ومعلومات كتير نقدم لكم إياها. على صحة السلامة مع روى اليوم وأجوبة أسئلتكم اللي بعتوها عبر رقم الواتساب 03-010-533. صباح الخير روى. صباح الخير جوزيف. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. ان شاء الله اسبوع حلو للكل. طبعا نحن هذا الشهر هو شهر توعيه رح بيكون صح. ضد للحد من امراض سرطان الثدي. وهذا شهر عالمي على فكره بكل انحاء العالم. شهر اكتوبر هو شهر رح يكون عندنا ضيوف العلاقه مباشره صحيح. بالموضوع خلال هالشهر بصحه السلامه صحيح. اليوم رح نجاوب على بعض الاسئله اللي وصلت لنا. شو رايك بالادويه اللي بتحتوي الكولاجين؟ اوكي. بعتقد حسب ما هون يعني واضح بالسؤال مقصود يمكن بالادويه هي السبلمنتس او الجرعات الاضافيه. كنت حكيت عن هالموضوع قبل، رح ارجع اذكر انه لحد هلا الريسيرش والابحاث
ما بينوا انه في جدوى من استعمال الجرعات الاضافيه اللي بتحتوي على الكولاجين، لانه الهدف ليه بيكون الترويج؟ لانه بناخذ لحتى نزيد من كثافه او سماكه الكولاجين بالجلد، وبالتالي ببين الجلد مشدود اكثر، فتي اكثر، ويعني لانه الكولاجين هو المسؤول عن، فينا نقول هو الدعامه، هو حجر الاساس لبناء الجلد. لكن بينت الدراسات انه ما في جدوى كثير، اولا لانه هل فعلا عم بيتم امتصاصه مثل ما لازم، وهل عم بيروح على المكان اللي نحن بدنا اياه اللي هو بالجلد؟ ثانيا في الابحاث اللي عم تقول انه هل هو امن، سيف، هل هو امن استعماله او لا. فانا ما بنصح ابدا بانه ناخذ اي جرعات اضافيه بتحتوي على الكولاجين. اذا بدنا ناخده بطريقه طبيعيه من الاكل الصحي المتنوع، ولا الانجكشن اللي بيصير عاده بالجلد بالوجه. هلا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يساعد تحفيز نرجع بناء الكولاجين هو الفيلرز. نعم. اللي هن الابر اللي بتكون بتعبي باماكن معينه، لكن طبعا لازم تكون على يد طبيب او طبيب من متخصصين بهالموضوع، لانه ما ننسى انه صحيح هي عباره عن مجرد ابر، لكن في عندها مخاطر اذا ما انعطت هالابر بطريقه صحيحه. نعم. والماده اللي تكون محقونه هي ماده بتتحلل بتتفكك وتكون فعلا بتساعد على تحفيز بناء الكولاجين. نعم. سيدي عم تسال عندها حكي بكعب القدمين. أوكي. شو السبب وشو في العلاج؟ هلا الاسباب ممكن تكون عديده، انا ما في اعطيكي هيك تشخيص بالمطلق، اكيد الطبيب المتخصص هو اللي بيعطي تشخيص، لكن انا بقدر استعرض شو هن ممكن يكونوا الاحتمالات. الاحتمال الاول ممكن انه يكون في مسببات مشاكل صحيه، يعني الاشخاص اللي عندهم سكري ممكن يصير عندهم هالحاله من الحكه بالقدمين، وبنعرف قدم السكري كثير مهمه، وكثير الاشخاص اللي عندهم سكري لازم ينتبهوا على الموضوع، ينتبهوا لتقرحات، ينتبهوا لاي تغيرات عم بتصير بالقدمين. مشاكل بالكبد، مشاكل بالغده الدرقيه، الاشخاص اللي عندهم الصدفيه، فاذا ممكن يكون في مشكله صحيه هي عم بتسبب هالحكه بالقدمين، وبعدين هالحكه مصحوبه بعوارض ثانيه ولا لا ما خبرتنا، يعني هل هي مصحوبه بتورم؟ هل هي مصحوبه بانه البشره عم بتتقشر وجفاف كامل بالبشره؟ هل هو مصحوبه بظهور مثل طفره معينه؟ فاذا هون الطبيب هو اللي بيحدد هالموضوع، يا اما طبيب الامراض الجلديه يا اما طبيب الصحه العامه. اوقات بكعب القدمين بيكون في هذا بخلال فصل الصيف، يعني على الحماوي ورطوبه بيكون في مثل هيك امبول، ما بعرف شو بسموه، يعني كانه فقفوله او معبيين وبيفقشوا بيجي بيطلع غيرهم وغيرهم. هيدي بتكون لون عليه شيء بالموضوع، هيدي من الاسباب الثانيه اللي بدي اقولها. فاذا يا اما ممكن يكون في اسباب صحيه او مرضيه، يا اما في اسباب اللي هي الاثليت فوت، اللي هي وحده من اولى من قدم الرياضي، واللي هي مش بالضروره الشخص يكون رياضي، لكن لما بنلبس حذاء مسكر او بنعمل رياضه او بنقضي كل النهار عم نمشي بحذاء مسكر بيصير في تعرق بالقدمين، وهالتعرق هيدا بسبب اولا تكاثر الفطريات، فكتير مهم انه دائما يكون في تهوئه، الحذاء ما نلبسه. نعم. في باودرز خصوصي اللي بيحطوه بقى بالكلسات صحيح، اللي هي باودر مضاد للفطريات، انتي فانجل. نعم. والاشخاص اللي بيصير عندهم حاله القدم الرياضي كتير، اللي بيصير في فطريات بالكعب القدمين او بين الاصابع، بكتير مهم انهم يغيروا دائما السوكس او الكلسات، يغيروهم بصوره يوميه، لانه لما بيتعرقوا فيهم خاصه عده مرات بالنهار اصلا طبعا لما. نعم. بيكون في تعرق كتير، والحذاء ما نلبسه عده ايام. كمان بدنا ننتبه بالانديه الرياضيه، مطرح ما بناخذ شاور او اللوكر. نعم. مطرح ما بنغير ثيابنا، كل مكان رطب فيه مي. نعم. هو بيئه مناسبه للفطريات. طب انت بتنصحي بانه الكريمات والباودر اللي بيخففوا من تعرق الرجلين ممكن تساعد اذا اشخاص كثير بيتعرقوا الاجرين، في نوع من السبراي او الباودر اللي بتخفف بيسأل من التعرق. بس بعد بدي معنا اتصال. ايه. اوكي. امينه صباح الخير. امينه. امينه حلو اسمك. امينه. الو. ايه امينه صباح الخير، تفضلي. هلا صار في فاكسان، عم بيقولوا صار في فاكسان مشان الكانسر. نعم. اي واحد، اي كانسر؟ هيدا بيفيد ولا دراسة منيحة نعمل فاكسان للصبايا ولا لا؟ قصدك الفاكسين او اللقاح لسرطان عنق الرحم، لانك قلتي الصبايا. نعم. سيرفيكال كانسر او سرطان عنق الرحم قصدك هيدا؟ عم بيعملوا ما بعرف لوين، بس انه للسرطان.
للسرطان عم بيعملوا. طيب تقلك لانه ما في فاكسين او لقاح للسرطان بالمطلق، في للسيرفيكال كانسر سرطان عنق الرحم مزبوط في لقاح بيحمي، وعادة الأفضل أنه ينعطى للصبيان وللبنات قبل ما يبلشوا حياتهم الجنسية، يعني بأعمار صغيرة لتكون وقاية لهم، بيتخذ على عدة جرعات، يعني عنده جدوى، عم تكون في دراسات أكثر وأكثر أنه عنده جدوى. لكن مرات في المشكلة أنه شوي التكلفة عالية، اللقاح غالي. هلأ بحال ما نحن لأسباب مادية ما قدرنا نعطي اللقاح، ما معناته ما قادرين نحمي أولادنا من مرض سرطان عنق الرحم. ليه؟ كيف بدنا نحميهم؟ بدنا نحميهم بالتوعية للعلاقات الجنسية، أنه تكون علاقات جنسية محمية لأنه ما تنتقل لهم العدوى، وأكيد الفحص الروتيني عند الطبيب النسائي لأنه بيعمل فحص البابسمير، فحص الإزازة، والفحص الروتيني للكشف على الرحم من الداخل وعنق الرحم، فبنقدر نعمل تشخيص مبكر لسرطان عنق الرحم. اذا في فحوصات عم تحكي دوريه دائما. الصبيان كمان، الصبيان بيحميهم من اي سرطان؟ بيحميهم من التواليل، لا التواليل اللي بتطلع على الاعضاء الذكريه، الاعضاء التناسليه كمان بتحميهم منها، لانه هو الاتش بي في هو بيحملوه الرجال، ولكن بكثير من الاوقات ما بتبين عوارض عندهم، وبينتقل بالعلاقات الجنسيه عند النساء وبتبين عندهم مرات العوارض، ومرات في رجال بتبين عندهم. فهي بتنتقل بالعلاقات الجنسيه. كان على 3 فيروس او 4 على 7، وهلا عم بيطلع شيء على 9. عم بيجربوا هن هلا الفاكسينز الموجودين لاكثر الفيروس شيوعا انتقالا، لكن هن في بضمن هالمظله هيدي او هالعائله في عده بس فيروسز. عم نسمع انه فين يعملون على 40 وطلوع لو بلشوا علاقات الجنسيه. ممكن، لكن اذا بدنا ناخذ الاحسن نتيجه يعني او كوقايه، كل ما كان قبل ما يبلش الشخص حياته الجنسيه كل ما كانت افضل. كنت بتقولي بعد شغله عن صح، بدي اقول ممكن يكون كمان السبب هو بكل بساطه جفاف بالبشره، يعني القدمين والجلد كثير ناشفه، او نوع من انواع الحساسيه كمان نتيجه التعرض لماده معينه، يمكن مشينا حافيين تعرضنا لشيء معين فصار في هالحكه، او اذا عندنا مشكلة صدفية. فإذا الأسباب متعددة، كتير مهم أنك تشوفي العوارض إذا عم تتحسن، إذا مصحوبة بعوارض تانية، وأكيد تشوفي طبيب مختص، طبيب عائلي أو طبيب أمراض جلدية. وفاء صباح الخير. صباح النور. كيفك يا وفاء؟ تفضلي. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ ماشي الحال؟ يعني يا عالم صباح النور فيك. الله يخليك يا رب وفيكم كمان حبيبي. ست وفاء شو سؤالك؟ بس بدي أسأل سؤال مدام. تفضلي. ايه حبيبي، انا ليك عندي وجع له 6 اشهر من تحت باطي لصدري. انا حبيبتي في بصدري تليف، قالوا لي بس منيح. ايه حميد. ايوه تليف بس منيح. اوكي. هل انه هيدا بودي لسرطان؟ هيدا السؤال بدي اسالك اياه. اوكي، هلا انت بتعملي دائما فحوصات يعني سنويه؟ انا عامله ماموغرافي هذيك السنه وقال لي تليف كثير بصدري، وهلا اكيد هيدي السنه بدك ترجعي تعيدي الفحص. اكيد. هلا بالنسبه للتليف الحمد لله انه حميد، وهو باغلب الحالات بيكون تليف حميد، كتر خير الله، يعني مش دائما اي تليف بيكون هو تليف غير حميد او سرطاني. ما في لزوم انك تخافي لانه مش بالضروره انه يتغير ويقلب لكانسر ابدا، مش بالضروره، بس كثير مهم انه يكون في متابعه لحتى اي تغير نقدر نكمشه بالاول. نقدر طيب وقت يكون تليف حميد مش الافضل نشيله لو حميد؟ الطبيب بيقرر، لانه ممكن في مرات بتكون باحجام صغيره او ما في لزوم ابدا انه نعمل عمليه، مرات الطبيب بيقرر انه لا لازم نشيله، فاذا مش انه هيك بصوره عشوائيه انه خلص في يعني تليف. يعني ما في شيء بيقول انه هالتليف الحميد ممكن يقلب او ممكن يطلع حد تليف مش حميد؟ مش بالضروره. وحتى يعني السيدات، في كثير دراسات بينت انه السيدات اللي عم تقول ما في تاريخ بعائلتهم لسرطان الثدي، لكن عندهم الثدي في تليف، ما عندهم ريسك او احتمال اكثر لسرطان الثدي، مثلهم مثل اي سيده ثانيه اللي ما عندها بعائلتها تاريخ لسرطان الثدي. لكن اذا في تليف وفي تاريخ لسرطان الثدي، الام من قبل، الخاله، العمه، الاخت، وعندنا هالتليف، نحن بدنا نراقب اكثر. فانت اللي عم تعمليه كثير منيح، عم تعملي فحوصاتك الدوريه كل سنه، فحصك عن طبيب النسائي، الصوره الشعاعيه، وفي حال طلبوا الالترا ساوند الصوره الصوتيه، وبدك تراقبي يعني تتابعي حالك، بس ما في لزوم ابدا انك تخافي، يعني ما تسرسبي بالموضوع.
شكرا لك لواء، بنشوفك ان الله راد يوم من الاربعاء ورح نحكي عن سرطان الثدي. تابعيني يوم الاربعاء ولكل السيدات والصبايا كمان، هالشهر رح يكون عندنا كل اسبوع حلقه عن سرطان الثدي، التطورات الجديده، شو المعتقدات الخاطئه، وكيف فينا نعمل ايرلي ديتكشن او كشف مبكر. اذا شهرنا بتشرين الاول بعالم صباح هو شهر التوعيه لامراض سرطان الثدي، للوقايه منه. انا بنصحكم دائما كمان النصيحه المعتاده، انتم من جوا لازم تكونوا مرتاحين وايجابيين، هيدي بيأثر مش بس على الاخر، عليكم وعلى صحتكم كمان، وكمان الرياضه. نحن عنا لبنان ومناطق رائعه نقدر نمشي فيها نتنشا هواء نظيف. بريك ونرجع، خليكم معنا. عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم الاثنين 2 أكتوبر تشرين الأول 2017. خفيف نضيف مع كارلا وأجوبة على أسئلتكم المباشرة، وفيكم تتصلوا طبعا عبر رقم التليفونات اللي قدامكم ورقم الواتساب 03-010-533. ما تتصلوا، بعتوا سؤال. كارلا صباح الخير. صباح الخير. هلأ أنا اكتشفت فيك شيء جديد اليوم، انه بتقولي برافو للعالم مثلا اذا عاملين شيء منيح، بس دائما عندك من بعدها بس انه لازم تعمل هيك بعد اذا في لزوم. اذا ما في لزوم اكيد لا، بقول برافو بزقك. انت عندك عندك شيء بالحياه بقول nobody is perfect يعني؟ لا لا، في perfection exists. لا بس نقول طبعا perfection. كنا اليوم عم نحكي عن الاختلاف، بالنسبه لك الاختلاف وتقبل الاخر وتقبل اختلاف الاخر قد ايه مهم؟ أنا حياتي كلها مبنية على هالموضوع. أه. لأنه بتعرف بحكم عملي وطبعا وجودي مع عدة أنواع واختلافات عند الشخصيات والأشخاص اللي بشتغل معهم، إذا أنت ما بتعيش لتتقبل الاختلاف بالآخر أفضل يقعد الواحد برات المجتمع. أساس المجتمع هو أنه يتقبل الواحد اختلاف غيره. كثير منيح. كارلا رح نبلش بأول سؤال وصلنا بانتظار اتصالات المشاهدين. مرحبا، عندي بنوت عمرها 4 سنوات، بعطيها حليب طازة مع بيض بلدي طازة ني، هل هيدا صحي؟ لا لا أبدا لا. أول شيء بذكر أنه إذا عم ناخد حليب طازة كثير منيح، بس لازم نتأكد أنه نغلي نفوره، يعني بده يغلي ويضل تقريبا حوالي 5 أو 10 دقائق عم يغلي لحتى نتاكد انه نحن عقمنا، لان دائما الحليب الطازه بيوصل لعنا اوكي كثير منيح، بس ممكن يكون في كثير من الجراثيم، فما بنتناول حليب ني مثل ما بيسموه، من عقمه وعن طريق الغلي طبعا، وكثير مهم انه ما ناخذ بيض ني وخاصة ما نعطي للأطفال، لأنه ممكن كمان يكون ملوث بجراثيم. وقت البيضة الدجاجة تبيض البيضة هي وعم تنزل البيضة ممكن تتلوث ببكتيريا كثيرة من الدجاجة ومن البكتيريا، يعني بتفوت من القشرة طبعا. ما هي القشرة هي منا هي مثل الكلس، والكلس منه مسكر كليا، ف كل الاوساخ والجراثيم فيها تدخل من خلال. طيب بيقولوا الكوك الف، شو بيقولوا الكوك الف؟ الكوك برشت، يعني وقت تاكله برشت، وهذا اللي بينسلق شوي، ما بينسلق كثير، بيضل مي، بيضل مي طبعا. هون عندنا تحفظ، بس هيدا احسن بكثير من ما انه ناكله كليا ني. فاهم شيء للاطفال ما نعطي بيض ني ابدا. على كل حال القيمه الغذائيه هي نفسها، ان كان انت سلقته زيتها نفس الشيء، مش اذا اكلت البيض ني رح استفيد اكثر او الطفل رح يستفيد اكثر اذا البيض ني. فننتبه. البيض مؤخرا قلتي في دراسه قالت انه ما في كوليسترول الصفار. في كوليسترول، في كوليسترول بس انما الكوليسترول اللي بالبيض مش هو السبب المباشر لزياده نسبه الكوليسترول بالدم، بس طبعا بنضل عندنا ضمن التحفظ، يعني لو عندنا نسب عاليه من الكوليسترول بالدم فينا ناكل بيض. قبل كان ممنوع كليا، هلا لا فينا ناكل، لو اكلنا 3 بيض مع صفارهم بالاسبوع ما في اي مشكل. نعم. اها كثير منيح. اتصال من عفوا. صباح الخير. في رتور. بدي بطلب منك توطي شوي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون اذا ممكن. صباح الخير يا ستنا، بس شو الاسم؟ لالا الاسم مع عايده. موجود موجود.
بحكي مالك عم بحكي كارلا اسالها عن الموني بكيس ال تعي فوتي فوتي ولا قاعدة عم تخبر شغلتها كيس الموني انت ما اللي بحطهم بالثلاجة اللي بيعملوا كونسير بدي اسالها يلا هلا بوصل لها كيس الموني اللي بحطه بالثلاجة بيعملوا كانسر صح؟ لا في انواع من الاكياس خاصه للتفريز وقت بدنا نستعمله نشتري هالانواع من الاكياس يعني بيكون زيبر زيبلوك وبعدين بيكون مكتوب عليهم خاص للتتليج او كيس خاصه للتتليج فنستعمل هالانواع من الاكياس لنحطهم بالثلاجه بس يا ستنا عبالي اعرف مين كنت عم تخبري انك عم تحكي كه لا وبعدين ما قدرنا نحكي معها على الهواء اذا هي بعدها معنا بس لا بس بنوجه لها تحيه طبعا كمان ما قالوا لي شو اسمها لسيده بنقول سهام لكن سهام كنت معنا على الهواء بس ما رجعت انتبهتي كل الاشياء البلاستيك حتى انانه البلاستيك اللي انانه المي كمان بنقول يفضل انه ما تتلج في كيس خصوصي للتتليج وبيكون مكتوب على العلبه وقتها نشتريها فاستعملوها هي للموني هلا طبعا ممكن انه الواحد يستعمل زيز كمان ما في مشكل بس بياخذ بس وقتها تتلجي وترجع تحطي على النار ما بيروح كل سبب من البلاستيك كذا وهذا ولا لا يتحلل يعني يتحلل بجهود بالمأكولة صحيح صباح الخير اسمي صفاء طولها متر وسبعين وزنها 77 راحت عند أخصائية تغذية وصار وزنها 66 زدت 10 كيلو بخمس شهور بدها تضلها محافظة على وزنها كيف نسيت تقول لك إنه عمرها 47 وبعد الحين بتغش يعني هذا هي الأضغط كثير منيح وهلا عندها 4 كيلو دهون اوكي هلا عم بتقول كمان انه بعدها عم بينزل بعدها عم بينزل وزنها وكيف فيها تثبت الوزن هو طبعا ما في يساعدها لا صفاء صفاء هو لاعرف لاقدر ساعدك كيف بدك تثبتي وزنك لازم اعرف انت هلا شو عم تاكلي بعدين اذا بعدها عم تخسر وزن صفاء يعني نوعا ما الكميه اللي عم تاكلها اقل من ما لازم فالأربعة كيلو دهون اللي بعد لازم تنزلهم بينزلوا مش ضروري ينزلوا وزن من خلال تخفيف الاكل بس ممكن انه نحن نزيد الرياضه فننزل الدهون بنفس الوقت بنشد العضل وهيدا المطلوب اكثر فما في لزوم اذا هلا هي طولها متر وسبعين اذا نزلت 10 كيلو يعني هلا وزنها 67 كثير منيح ما في لزوم تنزل وزن اكثر بس اذا عندها دهون اذا بالفحص باين انه عندها 4 كيلو دهون فيها تنزلهم فيها تنزلهم بس مش بالضروره انه انا انزل 4 كيلو بالشهر ممكن ينزلوا 4 كيلو باربع اشهر كيلو دهون بالشهر الواحد مع العلم انه ممكن بهالوضع انه نروحهم بالرياضه من دون ما كثير نقسى حالنا على حالنا بالاكل وبرجع بقول لك اذا كيف بدها تثبت وزنها ما في يساعدك من دون ما اعرف انت هلا شو عم تاكل لحتى اقول لها قديش لازم تاكل وطبعا تثبيت الوزن هو بنحكي عامة بيكون بالرياضة وبالتنويع بالأكل ولكن بكميات صغيرة هلا هو الـ كل القصة انه انا اوصل للمعادلة اللي بقدر اكل فيها كمية طعام كافية من دون ما يرجع يزيد وزني لان انت وقتها تضعف يمكن تقلل كتير كمية الاكل اللي عم تاكلها فوقتها تثبت الوزن يعني معروف بدك تزيد كمية الاكل شوي انما هالزيادة ما لازم تأثر وتخليك ترجع تزيد وزنك سهام اخر اتصال معنا كارلا سهام صباح الخير الو بونجور يا هلا كيف يعطيكم العافيه الله يعافيك نفس السهام جوزيف منور على طول الله يخليكي وانت اللي منور بتعطينا طاقه ايجابيه الله يخليك ان شاء الله دائما حبيبي بدي اسال انا باخذ دواء الغده على الريق يعني قول شي الساعه 5 الصبح عندي غده برجع باخذ حمايه معده بعد منها بنص ساعه برجع باخذ خميره البيره شي 3 حبات حتى هودي بيمنعوا من النصاحه وفي حبة البروبيوتيك باخدها قبل الخميرة ولا بعد الخميرة لأنه بقولوا لازم على الريق كمان اوكي البروبيوتيك ايه هلا بيجاوبك بروبيوتيك بدك تاخذيها بعد وجبة الطعام افضل وهلا يعني. اصلا دكتور الفريد معنا على الهواء بيساعدك بهالموضوع بس اجمالا يفضل انه ناخذ البروبيوتيك بعد الخميرة وبس معلومة صغيرة انه الخميرة ما بتساعد انه الواحد يخسر من وزنه هيدي
معلومه ما بعرف من وين جايه. بتنظف ال هي الخمير غنيه بمجموعه الفيتامين بي. نعم. فما بعرف ممكن تاخديها بتساعد عامه للنشاط والى اخره، بس المعلومه انه انا باخذ الخميره لحتى اخسر من وزني هيدي مش صحيحه، بس هيدي لن لا. بس كثير كيف عم تعملي تقسيمه المضبوط، لازم تاخدي حبه الغده قبل ما تاخدي طبعا الغلاف للمعده لانه حتى يقدر يمتص الجسم. بس اذا بدك تسمع معلومات اكثر عن البرايوتيك بعد شوي فيكي كمان، هلا صار موجود برايوتيك. بس لان كثير مهم هيدا سؤال مهضوم رح نقطعه. المي المسقعه بتنصح؟ لا بالعكس، المي المسقعه ما بتنصح، بالعكس هلا عم نقول للناس شربوا مي مسقعه لان ليمتص الجسم بسخنها شوي معنى الحديث، فبالتالي بيحرق الواحد شويه طاقه زيادة. هو عم بيمتص المي المسقعه. اصلا اذا كان عندنا مشكله تجفاف اصلا احسن لجسمنا نشرب تكون مي شوي مسقعة، بس انه هلا انتبهوا من الطقس غرفة. يعني يكون سقعة ومي مسقعة تقوموا تسخنوا؟ لا 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 ما دخلها للزعيم. لا 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 فيها ناكل بوزة يعني؟ فيها ناكل بوزة اكيد، هيدي زمان كانوا اهلنا يقولوا لنا ما تاكلوا بوزة. انت اليوم مش ضابطة معك انا وياك؟ لا ما هيك؟ ايه معلش، بتمنى تيجي بكره بخير موت. منعوض عليك بكره. ثانك يو كارلا، بنشوفك ان الله راد بكره بموضوع جديد. لكل المشاهدين، برايوتيك بلس و25 مليار بكتيريا جيده صارت موجوده داخل هالحبه اللي ممكن تغير حياتكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعني بنبلش نحن وياك مع ست سهام اللي كانت عم تحكي عن، لنجاوبها تكون معنا مباشره بعدها. البرايوتيك اللي في بقلبه طبعا 25 مليار بكتيريا جيده، صح الرقم؟ صح مزبوط الرقم، اللي هو تطور عن البروبايوتيك اللي كان قبل وصار في عنا اعداد زياده منه. مثل ما كانت حضرتها عم تحكي بتاخذ هالحبه اي متى؟ انا بعرف من المعلومات عندك انه بناخذ حبتين بعد الوجبة، بعد وجبة الطعام. أول كبداية كبداية العلاج أو كبداية الطريقة اللي بدنا نبدأ فيها لنال أحسن نتيجة، نحن بنطلب على طول من الناس ياخذوا حبتين بعد كل وجبة طعام البريوتيك بلس اللي هو بروبيوتيك بلس مجدد ومطور على أسبوعين. هلا لما تاخذي حبه الغده بعدين حبه حمايه المعده بعدين حبه ثلاث حبات الخمائر فيها تاخذ من بعضهم كمان حبه البريوتيك بلس اذا حبت، او تاكل وبتاخذ حبه البريوتيك بلس. ليه؟ لانه كمان عملت خمائر، هالخمائر هيدي بتغذي البروبيوتيك. نحن عم نعمل هالشهر شهر توعيه للوقايه من سرطان الثدي، قديش مفيد له علاقه مباشره البروبيوتيك او البرايوتيك اللي بقلبه بروبيوتيك لا بالنسبه لامراض السرطانيه غير الكولون؟ الكولون قلنا في علاقه مباشره له، ولكن هل بأثر على سرطانات اخرى بانه عم بيعلي المناعه؟ ليك الدراسات اليوم، البحث العلمي، وانا عم بحكي بامانه لكل المواضيع اللي دخلت عليها، علاقة البروبيوتكس، علاقة البكتيريا الصديقة بالسرطان وليس فقط بسرطان المصران أو الجهاز الهضمي، هي في علاقة وثيقة. أوكي؟ ليه؟ لأنه مرض السرطان هو مرض كمان مناعي، ضعف مناعة، مش على طول السرطان بيكون سرطان من فيروس، بيكون من عدة عوامل. صح. وجهاز المناعة اللي ربنا أعطانا إياه والطبيعة وضعته فينا هو بهدف انه نحن نمنع المرض. طيب اذا نحن اليوم عم نعتبر بالطب الميكروبيولوجيست الايمونولوجيست كل هالاطباء اللي هن شهيرين اللي راحوا اللي هن مشهورين وراحوا درسوا علم المناعه ولقوا انه فوق ال 70% حد 80% من مناعه جسم الانسان هي بكتيريا صديقه، هي بروبيوتكس. نعم. كيف معقول نتجاهل هالصفة هيدي أو هالخصائص للبروبيوتكس؟ إيه نعم، في صفة أساسية وهي شو؟ هي إنه البكتيريا الصديقة بتعمل إنهيبيشن، يعني بتدافع عن حالها وما بتسمح للبكتيريا الضارة تدخل وتعيث فساد. هالفساد اللي بتعيثه داخل الجسم هو عامل جديد وعامل أساسي حتى ينتابنا مرض، إذا كان مرض مثل مرض السرطان. يعني
كل شخص كل شخص حابب يزيد يعمل بريفنشن، يعني كل شخص اليوم عنده هم هو وعائلته، هم انه يبعد عنه امراض وخاصه مرض السرطان. وهنيك مثل ما حضرتك قلت وانا بحترم اللي قلته، سرطان الجهاز الهضمي من الطبيعي جدا اذا ما بده بس يسمع كلامي انا يروح على الابحاث، يروح على علاقه البروبيوتكس. اليوم في كم هائل من الدراسات عم تدخل على عالم الطب، على عالم الساينس العلم، وبتاكد لهم اللي عم بحكي هو صح. صح هيدا بالتجارب. يعني كيف يعملوا تجارب؟ بيعملوا تجارب على مجموعه فئران طبعا 50 فاره، بيتركوا بيعطوهم بروبيوتكس بكتيريا و50 فاره ما بيعطوهم بكتيريا. سيدي حكيت عن الخمائر، الخمائر لها علاقه بالبروبيوتيك؟ يا الخمائر بتغذي البروبيوتيك، الخمائر هي نوع من البريبيوتكس. فاذا بتغذي ايه معلوم، الخمائر هي تغذي البروبيوتيك، لكن نحن بحاجه للبروبيوتكس، بحاجه لهالجسم الصغير اللي اسمه بروبيوتيك، اللي اسمه بكتيريا صديقه. فلما نروح معلش لما نروح نحو هالمجموعتين بنروح بنعطي مسرطنات، نعطي مسرطنات لهال الفئران اللي هي عم تاخد البروبيوتكس. وبنعطي مسرطنات للفئران اللي ما عم تاخد البروبيوتكس. خليني اخذ اتصال من ست سونيا. سونيا صباح الخير. الو. ايه تفضلي صباح الخير. بونجور. يا هلا. بونجور يا هلا. نحكي مع الدكتور كرم. ايه تفضلي شو سؤالي؟ سؤالي انه هالدواء انه بيضعف او بيحمي من بكل شيء من السرطان. البروبيوتكس هو ليس دواء او الكل، هو مستحضر طبيعي، هو بكتيريا اساسيه لازم تدخل على جسمنا من خلال الهواء، البيئه اللي بنعيش فيها، من خلال المي اللي بنشربها، من خلال السوائل اللي بناخذها على جسمنا، ومن خلال الماكولات اللي بنتناولها، الغذاء كامله. اللي عم نحكي عنه اليوم بما انه هو هالعلامه اللي بتشوفوها هي لاجل سرطان الثدي، البريوتيك بلس اللي نحن عنا اياه، هذا اللي بتشوفوه هون بريوتيك بلس فيكم تاخذوه من الصيدليه، البكتيريا اللي فيه مدروسه علميا انه تقوي المناعه، يعني تشتغل مع مناعه الجسم لتحميه من امراض مثل امراض السرطان وغيرها. هيدا شيء مدروس علميا، هيدا مش انا عم بقوله، هيدا العلم بيقوله الباحثين والعلماء. هلا هل هو بيساعد على التنحيف؟ اكيد. ليه؟ لانه بفعل عمل الرجيم، البكتيريا تفعل عمل الرجيم. ليه؟ لانه بتنشط المصران، تبعت ال 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 الاوساخ او الفضلات الى الخارج، ساعتها الامتصاص. هون اهميه الغذاء. طيب انا بتغذى ما في امتصاص، شو النفع؟ بدي امتص، بدي اقدر امتص الغذاء حتى يشبع جسمي، بصير ما عاد عندي ابيتي. اذا انا عم باكل وما عم ما عم ما عم بتغذى، الجسم بده يطلب اكل، بده يطلب حتى يتغذى. دكتور في سؤال مهم اللي هو اللي في تقرحات بالمصران بتكون مثل الديفيرتيكوليت وغيرها من انواع امراض المصران اللي هي عم تودي اوقات لامراض سرطانيه او عم توقف بعلاجات معينه. صح. قديش مهم اذا اللي عنده حاله ديفيرتيكوليت وهالامراض اللي حواليه؟ ما فيك تتصور، ما فيك تتصور. نعم جوزيف، ما حدا بيقدر يتصور العلاقه الوثيقه بين البروبيوتكس، بين البكتيريا الصديقة وعلاقة المريض اللي هو عنده، إن كان ديفيرتيكوليتس، كان كولايتس، يعني هالأرحل بآخر المصران، كان كرونز، إن كان أي بي إس أو أي بي دي. ما في، ما حدا بيقدر يتصور إلا الشخص اللي عم بيعاني. لما ياخذ البريوتيك بلس بيشوف الفرق، بيقدر يقول للعالم كله قد إيه تحسن. إيه نعم. شو القصة؟ نحن لازم نروح ونفيد الناس مش بس بكلام اجمالي، بدنا نروح بكلام مخصص لهالحاله. البكتيريا اللي نحن بناخذها اللي لازم توصلنا من الاكل، من كل هالغذاء اللي عم ناخده، بتروح بتطلي المصران، بتروح بتعيش على الميوكس، على المنطقه المخاطيه على المصران. هون بتعيش وبتعمل شغله، هون الانستنكت ببلش تشتغل. ليه؟ لتحمي الجسم من اكثر حاله اللي عم تحكي عنها هي تسريبات، وهون المشكله. وهون التحسس بيصير شيء، بيصير 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 يحدث عند المريض. ومن حاله لحاله بيصير بحالات كثير متعبه له. البريوتيك بلس لكل اللي عندهم متاعب بالجهاز الهضمي يعتبروا صديق لهم، مع
الأدوية اللي وصفني. إذا لهلأ ما أخذناه لعمر معين يعني كل الأعمار يعني بيقولوا never too late بكل عمر بفيد يعني السيدة عمرها 50 40 60 إذا هلأ بلشت ما بحياتها أخذي ترايوتيك أو بروبيوتيك إيه ليش بده يفيد؟ البكتيريا والجسم وجهاز المناعة انصنعوا لبعض. نعم. أول ما تعطيها بيستقبلها الجسم عم ببرم عليها. نعم. يعني مثل واحد عم بفتش على خيه دخلك اذا واحد مفتش اخيه 40 سنه لما يلاقيه مع 40 سنه بيكون بيكون اللقاء اقل ولا اعظم؟ اي نعم اي وقت باي وقت قررت اخذ نعم. على ذوق الشخص او على ذوقي انا عم بعطيكم الطريقه المثلى بتحبوا تاخذوها على طريقتي رح تلاقوا افضل نتيجه بتحبوا تاخذوها على طريقتكم خذوا وقتكم لكن خذوها الافاده لابد جاي نوصل لمرحله شيء نتخلص كليا مع الكور اللي بناخده من البرايوتيك لانه ما بقى يكون موجود عندنا بكتيريا سيئه بجسمنا ايه مش ما تكونش موجوده انتبه هيدا منه انتبايوتيك نعم هيدا بيخلق طريقه لك في عنا فوق ال 400 نوع بكتيريا نعم ال 40 30 لحديت 40 هن بيكونوا 99% من البكتيريا الموجوده فينا من هال 30 ل 40 في جزء هن بروبيوتكس هن بكتيريا صديقه لما نقوي هالبكتيريا صديقه بصير في توازن البكتيريا اللي بنقول عنها باتوجين ضاره البكتيريا اللي هي مش بروبيوتكس اذا زادت بتصير ضاره لكن نعم. هي بتتواجد مع البروبيوتكس لانه بعض الاحيان بتكون هي بكتيريا ما بدها اكسجين او بحاجه لاكسجين بتاخذ الاكسجين لتساعد البروبيوتيك اذا بالطبيعه الاسد منه ضد الغزال الغزال عنده مجال يعيش والاسد كمان وبتوازنوا مع بعض وبيعايشوا مع بعض هيك البكتيريا الصديقه والبكتيريا الثانيه قبل ما تصير باتوجين بتقدر تسيطر عليها نحن بدنا نسيطر على البكتيريا الضاره شكرا لك دكتور بنشوفك ان الله رد بحلقه جديده مثل العلبه اللي يعني فيكم تاخذوا هالعلبه من المكمل الغذائي البروبيوتيك برايوتيك بلس اثنين بعد الترويقه اثنين بعد الغداء اثنين بعد اول اسبوعين بعدين حبي بعد كل وجبه حبي بعد كل وجبه ثلاث شهور انتهى العلاج بكون علاج وفين يكملوا فيها حبي بعد العشاء بعدين ثانك يو الله يخليك بريك ونرجع خليكم معنا لنكمل عالم صباح ليوم الاثنين سؤالي كان عبر صفحة الفيسبوك إذا كان عندكم السرساب بالنسبة لصحتكم أو إذا بتزوروا الطبيب بأي حالة بتحسوا فيها ولو بسيطة نجوى مجبر صباح الخير جوزيف سرساب بحد ذاته مرض زيارة الطبيب عنا بالسويد بالسويد ساكنة مثل قلتها لأنه ما بيعطوا دواء إلا بعد مرور 3 أيام على الحالة المرضية وممكن كتير ما بيعطوا وعلى فكرة تكلفة زيارة الطبيب ما بتتعدى 12 دولار نيالكم حتى لو بدي اعمل عمليه نفس التكلفه اما عندكم بلبنان زياره الطبيب مصيبه بنصح يلي عندها سرساب المرض تعالج نفسها منه لا في بعض الحالات اكيد بيكون اقل وفي المستوصفات بتهتم كمان ما بدنا نريدها بس اكيد الطبابه غاليه كاترينا عيسى صباح وجوزيف لا ما بتهمني صحتي انا كثير اليوم تعبانه صحيا وطاقه ما فيها ايجابيه اول شيء بدك تعالجي الطاقه الايجابيه ثاني شيء انه واحد ما يكون عنده سرساب ولكن انه يهتم بصحته. ريتا ثانك يو يا ريتا صباحك مثل الورد حنون ومثل الشمس بتسافر بين الشعر والسطور ثانك يو لك لا ما بهتم واذا ضعفت الحاله بزور الطبيب اكيد. انصاف علوش صباح الخير في امور بتنحل بكوب من الزهورات او دواء موجود بصيدليه البيت اما اذا كانت ما بتنحل اكيد بزور الطبيب دادو بغدادي صباحه اكيد بدها حكيم ما لازم ناخذ دواء من راسنا بلا استشاره الطبيب اللي بيحدد لنا شو بدنا جولييت كاكوس صباح وجوزيف الصحه تاج على رؤوس الاصحاء وهو ضروري الواحد يهتم بصحته انا كل يوم بشكر رب العالمين على هالنعمه فيفا مري صباح وجوزيف لا ما بهتم بصحتي كتير اذا رشح او شيء بسيط بمرقه اما تعب والم سنين فورا عند الطبيب صباح الخير سهاد لا ما بهتم بصحتي هلا ضروري في كتير من الحالات اللي بتقتضي زياره الطبيب في كتير حالات لو كانت بسيطه لازم استشاره الطبيب ما حدا بيعرف كيف تتفاهم ولكن اكيد السرساب هو مرض بحد ذاته لازم الانسان ما يتأثر فيها لقد نحن وياكم أرض وورد وفيكم تتصلوا مباشرة بكندا على 03 لا عفوا على التليفونات اللي عم تمرق قدامكم ورقم الواتساب 03-010-533 بعض الأسئلة موجودة قدامنا أرض وورد
كندا صباح الخير. صباح الخير. اليوم كنا عم نحكي وبعدنا عم نحكي عن الاختلاف، قديه تقبل الاخر باختلافه وتقريب وجهات النظر مهم، والعيش المشترك مهم. هل انت بتعيشي هالحاله مع اللي حواليك؟ ايه، هو اهم شيء واحد يتعلم انه يحترم الاخر، يتعلم انه ايه مش هو صح، ما في شيء صح بالمطلق. وهيدا الحلو، يعني هيدا التنوع مش بس بلبنان، بكل حياة تنوع موجود وإيجابي. ايه وغنى اكيد. شكرا لك. كنا نبلش باول سؤال انبعث لنا عبر رقم الواتساب. عندي صنوبر بري على ارتفاع 1500، السؤال بقدر طعم صنوبر جوا يعني يصيروا يعطوا ثمر؟ ايه اكيد، ما في شيء بيمنع انه نقدر نطعمهم، واكيد بيكونوا اقوى وقتها بيكونوا مطعمين بهالطريقه. هلا ايمتى الوقت؟ عاده باخر الربيع اول الصيف هو الوقت المنيح، بهالوقت بيكون الثمر الصنوبر عم بيعطي ثمر، وبالتالي الافضل انه لا ما يطعم بهيدا الوقت لحتى ما يتعب، يعني يكون عم يطعم وهو وقت انه يعطي، منه وقت مناسب بهيدا الوقت. نعم. تاني سؤال عندها اريكا، كيف تعتني فيها وشو فينا نترك بلانت شكلها حلو بليفنج روم، مش ضروري تكون بدها ضوء. اوكي، في كثير انواع من النباتات يلي فينا نكون عم تزين غرف الجلوس، اي غرفه بالبيت ما يكون بدها ضوء كثير، مثلا السباتيفيليوم اذا كان عندها ورقه وقلم تكتب اسمها، مثلا زاميوكولكاس يلي حكينا عنها هذيك المره، وهن من انواع النباتات يلي شكلها كثير حلو وعندها كثير شكل يعني خاص فيها، وما بدها ضوء كثير وما بدها عنايه كثير كمان، لانه لا. كمان مهم انه بغرفه الجلوس خاصه ما يكون كثير بدها عنايه النباتات يلي حطينا هونيك. هلا بخصوص الاريكا او الاريكا بالاحرى عم تسال عنها، يلي هي بتشبه البلح شوي، كيف نعتني فيها؟ بنسقيها مره واحده بالاسبوع، بين وقت وثاني وقت اللي نقدر، يعني مره كل اسبوع مره كل اسبوعين، معناش اذا فينا نعطيها دوش مي بالمغطس لحتى ننظف الاوراق تبعولها بيكون كثير منيح، لانه بتجمع عليها الغبره، وبفصل الصيف والربيع فينا نعطيها مغذيات لحتى ترجع تعطيني ورق اخضر. هيدا كل شيء لازم انه نعمله، بدنا ننتبه اذا في من قطني على التيج تبعولها، لانه كثير بيجي من القطني مي وصابون، بنرش بمي وصابون او بنمسحها بقماشه فيها مي وفيها مي وصابون او فيها مي وسبيرتو كمان بيمسحها. فيروز صباح الخير. صباح الخير، كيفك يا فيروز؟ الحمد لله. تفضلي، شو سؤالك؟ بدي اسال مدام كندا بليز. لا اكيد، تفضلي. تفضلي. مدام كندا، عندي ياسمينه ميبسة تقريبا صار لها شي شهر ونص. اوكي، بقى شو بتنصحيني، اقصقصها هلا ولا اتركها لشباط؟ لا، فينا نقصقصها هلا، بس شو يعني ميبسة؟ يعني لانه بدنا نعالج المشكل قبل ما نشحن، يعني نعرف شو لازم نعمل، فقولي لي كيف يبست وشو صار وكل هالقصص. ياسمين عم تسمعيني؟ عملتها فيتامينات ورشيتها وهالقصص هاي. ايه، عرفتي؟ بس هيك قلبي يابس عبني. اوكي، عم بتطلع شيء اخضر جديد؟ ايه، فيها جزء صغير اخضر. اوكي، هلا على الارجح فيروز انه يعني صار في عليها النمش. ايه، يعني عليها مثل نقط بني كان؟ على الارجح يمكن بالصيف صار في عليها نمش، ممكن انه يصير في هذا الشيء. لا، ما مشان هيك عم بسالك كيف يبست هيك كلها سوا؟ صار شيء غلط؟ عملتي شيء غلط؟ حطيتي كثير كيماوي؟ بجوز كترت لها شوي فيتامينات. سقيتي زياده؟ اذا كترت كثير كيماوي المعالجه هي انه نصير نسقي، يعني وقت اللي بدك تسقي تسقي كثير لحتى تغسلي التراب من الكيماوي اللي موجود. اوكي؟ يعني وقت اللي بدك تسقي تسقي كثير
إذا عم تحكي هلا شهر ونص انعطت الكيماوي أو شهر ونص ميبسة، بعتقد إنه تغسل الكيماوي اللي موجود، وإذا عم تطلع ورق أخضر جديد هيدا دليل مؤشر منيح فيك تشحليها، فينا نشحلها بهيدا الوقت، بس بدي منك تطلعي إذا كان في نمش عليها، يعني هل يابس صار من وراء النمش، لأنه ساعتها الجديد يلي عم بيطلع بدك تراقبي عن قرب لتشوفي، إذا عم تشوفي نقط بني على الوراق وعم بيصير هيدا اليابس بدنا نرشها بمبيد حشري للنمش. شكرا فيروز، بناخذ امين. امين صباح الخير. نعم صباح النور. كيفك يا امين؟ صوتك كثير بعيد، انجع عم بسمع. لا قولو، انت صوتك قريب، بدك علي صوتي يعني؟ يعني ولا؟ صوتك بعيد. طيب هيدا من تليفون من عندك؟ لا مش من عندي، من عندكم. من عندنا. طيب هلا بنحل، هلا بنحل. سالنا السؤال وسمعنا عن التلفزيون. نعم، اسال سؤالك وهلا سمعنا عن الشاشه. بدي اعرف الصنوبر اي جهه، شو المقصود بالصنوبر اللي بالطعام؟ نحن مش اولاد امبارح، بال 75 سنه تقريبا عمري ما بعرف انه صنوبر بالطعام. اوكي، هي تشرح لي عنه المدام كيف بالطعام صنوبر. يلا اوكي، رح بركي بكره بنجيب صور لحتى نفرجي شو هو الانواع يلي ممكن نطعمها، اذا بتابعنا بكره امين. أوكي. لانه ما رح اقدر اشرح لك، بدي فرجي الصور. بدي تفرجي صور، بكره رح اتابعك امين وجاوبك بكره، بيكون ضمن فقره ارض وورد. اتصال من هبه. عليا، عليا صباح الخير. الو. ايه يا عليا. بدي اسال عن بصل التليب. ايه تفضلي عليا. عندي بصل التليب اجوني من هولندا، كيف بدي ازرعهم؟ اوكي، وين عايشه عليا؟ كريم الخروب. اوكي، يعني مش كتير على العالي. نزرعهم ببويت ولا بالجنينه؟ فيني اسمعك بس على التلفزيون لانه بعيد عني. بس جاوبيني، بدك تزرعيهم بالجنينه ولا بالاحواض؟ لحظه بس صغيره. اوكي، بعتقد اذا بدنا نزرعهم بالاحواض بدنا نزرع، اول شيء بدنا ننطر شوي تتسقع الدنيا، يعني فينا ننطر بعد اسبوع او اثنين لحتى نقرب اكثر من الموسم الابرد للتوليب، ومن بعدها بنزرع. هلا اذا مزروعين بالاحواض بدنا نخلي تقريبا ثلثها للتوليب مبينه مكشوفه، يعني بنزرعها ما بنغطيها كلها سوا، بنخلي ثلث او ربع من الراس مكشوفه لحتى تبلش تعطيني ورق وبعدين ازهر. لا. اذا بدي ازرعها بالارض بدي غمق لها اكثر، تقريبا دوبل عن قديش هي العلو تبعها، بدي خليه مغمور. نعم. الهام صباح الخير. صباح النور. كيفك يا الهام؟ الهام. نعم تفضلي، شو سؤالك؟ الو. ايه عم بسمعك، يلا مدام كندا. تفضلي مدام كندا. صباح الخير. صباح النور. انا بعثت لك واتساب مرتين. ايه قلي لي عن بس شو. ما تفني لي شوف الرد عن الاريكا. إيه؟ مزروعه بجنينه، فيني انقلها على البيت ولا عم تصفر بجنينه؟ اوكي. وفي الابلز ما بعرف شو اسمها، بعثت لك صورتها. طيب اول شيء تجاوبك على الاريكا، فينا انه ننقلها، بس انتبهي الهام ننقلها مظبوط، يعني شرشها كله بده ينتقل معها. اوكي، لانه نبتة حساسة، يعني خاصة النقلة من برا لداخل المنزل عملية عم بتغير الارض وعم بتغير الظروف كمان، جاي عليها شمس بالجنينة، جاي عليها شمس. اوكي ست الهام، جاي عليها شمس او لا؟ اذا ما بعدها على الخط، جاي عليها شوية شمس، ما كتير بتجي بعد الظهر. اوكي، بعد الظهر بتجي الشمس عليها. طيب بدنا نحطها بالبيت بعد الظهر. اوكي الهام، بدنا نحطها بالبيت. اي شهر فيني انقلها؟ اي متى؟ اوكي، اول شغله فينا ننقلها بمثل هالوقت، بس بدك تنتبهي انه بدنا ننقلها على البيت لمحل الضوء بيشبه برا، يعني ماش فرد مره تحطيها كانت جاي عليها شمس ننقلها لمحل في كل الوقت، ما بيمشي حال، بدنا ننقلها لمحل يكون كمان يوصل شمس شوي، ضوء قوي كثير، ضوء قوي بالنسبه للجوا الداخل لحتى يمشي حال. اوكي. عندنا صوره لشتلي محروقه ما بتعرف ليش، كل اللي حدها اخضر وفي حدها جردينيا خضراء، شو المشكله؟ تراب عندها اسود وعم تحط له كيماوي، هي عايشه بعين نجم. اوكي، خلينا نشوف لك هنا الصوره يلي وصلت، بعتقد عم نحكي عن الليلاندي يلي مقصوص على شكل البول. هلا مثل ما نحن عم نشوف هون
وتيكون هيدا الاصفرار منه كل النبتة يعني مش كلها سوا سودت أو كلها سوا صار لونها بني، والاصفرار أول شيء ببلش على أخضر فاتح أو شوي بيعطي مثل لون رمادي وبعدين بيصير بني كله سوا، معناتها في عندي نوع من المانيا اللي بيجي على الصنوبريات إجمالا. الحل هو أنه نرشها بكل بساطة، بدنا نرشها بدواء للمن، عادة نستعمل الأنواع اللي هي على أساس البيريترين يلي هو موجود بالسوق ويلي عادة مسموح أنه يستعمل لأنه جاي من مواد طبيعية ولكن مركب بتركيبة لحتى بتأثر يعالج النباتات اللي حد بعضها عايشة إذا في شيء أخضر كذا بتعدي بعضها مثلا؟ بتعدي بعضها. في بعض أنواع الحشرات يلي هي بتقدر أنها تجي على عدة أنواع من النباتات، وفي حشرات لا بتكون يعني تجذبها نباتات معينة وهالنباتات بتكون ضعيفة على هالحشرات أكثر من غيرها، مثل كل شيء مثل كل الأمراض يلي أيام كتير بيكون واحد هو عنده مناعة ضد الرشح اللي حده لقى فبيلقط الرشح بسرعة أكثر، نفس الشيء بالنسبة للنباتات. هلا المن عدة أنواع، كتير أنواع من المن، بس نقول من مش نوع واحد. في بعض الأنواع يلي هي على الصنوبريات بتجي، مشان هيك عم بتقول الجاردينيا منا منصابة، مظبوط بيقدر يكون منا منصابة لأن مش هيدا هو نوع المانيا اللي بيجي عليها، بس وقتها بيكون في نبتة مريضة بيصير بيجي عليها مش بس يعني إذا تركناها مهملة بيجي عليها مش بس حشرات، بعد شوي بيصير بيجي حشرات تانية لأن كل ما بتضعف أكثر وممكن إنه مع الوقت تأذي بقية النباتات لأنه إلا ما يلقطوا شيء نوع من هالأمراض اللي بتجي. ثانك يو لك كندا، بنشوفك بكره لكان بموضوع جديد وناطرين جواب المسؤول بالنسبة للصنوبر أكيد. أي أنواع فينا نطعمها؟ لأنه صحيح. أكيد في أنواع فينا نطعمها بمعلومات كندا والمعلومات اللي بتحكي عنها الأجريكالتشر. لكل المشاهدين بريك ونرجع، خليكم معنا. عودي معكم للمتابعة صباح جوزيف. كريمة ميلاد ما بخلي شيء كله بوقته، الصحة تاج مش لدرجة السرسبة، إنما ما بترك نفسي وخصوصا لأني بمجال الصحة والاستشارة المجانية وبالجوار دايما. أكيد لازم نهتم بصحتنا، وهلأ خلينا نروح أهم شيء شو بفوت على طبنا، نعرف شو عم ناكل. عند الشيف خلينا نشوف وين صار بوصفته لليوم، وبعدها منعود لدكتور غسان وضيفته بصعب كتير. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا. في عنا اليوم ثلاث وصفات، الكب كيك بالزبدة، وأيضا عنا البرغل باللحمة. طبعا عم نحكي هون نحن مشاهدينا برغل باللحمة والخضار، وأيضا في عندي الكفتة بالطحين. بالبداية رح بلش أنا بالبرغل. الكب كيك حضرتهم، حضرت الخلطة، بس ولكن بآخر فقرتين رح نرجع نحضر هالعجينة أنا وياكم، عجينة الكب كيك. الكب كيك تقريبا نص الكمية بلشت أسكبها بقوالب الكب كيك. الفرن عندي على حرارة 180، بعد ما خلص سكب الكب كيك رح فوتهم على الفرن. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن مشاهدينا بلشت بطبخة البرغل، حطيت زيت زيتون مع بصل جوانح، طبعا بدنا نضيف لها كمان البازيلا، لكن رح ضيف من البازيلا، وايضا رح نضيف فليفله. طبعا هون نحن عم نحكي على الفليفله الملون، اوكي. لكن بصل، عندي لحمه خشنه، عندي البازيلا، بس طبعا البازيلا بضيفها بعد ما لحمه الخشنه تاخذ شويه لون مع البصلات. بدي ضيف كمان من الثوم، وايضا فليفله حمراء وفليفله خضراء، فيني حط كمان معهم من الفليفله الصفراء. لكن هيدي بالنسبه للبرغل. بالنسبه للكفته راح نحضر باخر فقره انا وياكم الكفته. طبعا كفته فيكم تضيفوا لها مثل ما حضرنا امبارح الكباب، الكباب التركي فينا نضيف عليه كزبره، فيني نضيف عليه كمون، وايضا فينا نضيف من البندوره، وفينا نضيف من الثوم والفليفله. لكن هون عندي البصلات مع اللحمه، منغير كفوفنا ومنروح لحتى نكفي سكب الكب كيك. الكب كيك لكن كنت انا عم بسكبهم بالصينيه. طيب
لكن هيدي اللحمه عم نشوفها قدامنا على الشاشه. فيني انا اذا ما عندي وراق تعول الكب كيك فيني ادهن القوالب بزيت نباتي ورشهم بالطحين لحتى ما يلزقوا عندي، ما عندي اي مشكله. لكن انا حطيت وراق الكب كيك بهالشكل. عندي العجينه، هاي العجينه عندنا كمان، خلينا نشوف انا وياكم كيف العجينه. لكن هيدي عجينه الكب كيك بالزبده بهالشكل، كمان بنسكبها. اوكي، لكن عم نشوف كيف عم بسكبهم. بدي فوتهم على الفرن على حراره 180. طيب كمان بكرر العمليه، بعبي الصينيه لفوتهم على الفرن صينيتين تقريبا ونخبزهم كمان. طبعا هيدي العجينه بدي اذكر المشاهدين هي عباره عن بيض، خفقت البيض انا مع السكر، حطيت معهم من الفانيل وايضا سكر بودره. طبعا خفقناهم حوالي الخمس دقائق لحتى رفخ البيض عندي. بعد ما رفخ البيض جبت طحين وايضا جبت بيكنج باودر، جبت حليب وجبت كريمه، جبنا زبده، خلطتهم كلهم مع بعض بالخفاقه الكهربائيه. صار عندي هيدا الخليط، هاي الخليط صار جاهز لكن نحن لحتى نفوتهم على الفرن. هون شو رح نعمل؟ اوكي، عندنا اللحمات مع البصل، بلشت اللحمه اخذت لون، بضيف لها البازيلا. لكن منضيف البازيلا، عندي ايضا مشاهدينا في عندي الفليفله الملونه، رح ضيف الفليفله الملونه كمان. بس خلينا نشوف كيف بدنا نقطع الفليفله الملونه. الفليفله الملونه بقطعها كمان مربعات، بس مش مربعات صغيره، مربعات كبيره، لان الفليفله دغري بتدوب، فبتركهم مربعات بهالشكل مثل ما عم نشوف، وبحطهم بقليهم مع البازيلا. البرغل عندي برغل ابيض خشن، برغل الابيض الخشن بعد ما غسلناه كمان جاهز عندنا البرغلات لحتى نضيفهم فوق الخضار. لكن هول وصفاتنا، رح خبركم عنهم بالتفصيل باخر فقرتين. اما هلا بالعوده لك جوزيف. شكرا لك شيف. نحن وياكم بنكمل مع دكتور غسان وضيفتنا بالاستوديو طبعا الصحفيه والناشطه هدى مراد. اول نادي حقوقي بالدول العربيه يعنى بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه. هدى صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. دكتور غسان صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. طبعا موضوع كثير مهم اللي رح نحكي عنه اليوم هو تاسيس اول نادي حقوقي يعنى بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه بلبنان والعالم العربي بالتعاون مع عده دول اوروبيه. فعلا. يعني حلوين اخبار حلوين. نعم. واكيد هدى رح تخبرنا اكثر واكثر عن الموضوع لانها صحفيه بتكون وصلت لك كل المعلومات بشكل مضبوط كمان. تفضل دكتور غسان. بس انا معك بدي احيي هدى واقول انه من هيدي السابقه بالعالم العربي، ونحن بالنسبه لنا اهم شيء يكون عندنا هيك منتديات وهيك انديه، لانه وخاصه تكون ذات طبيعه حقوقيه، لانه بتصور نحن اكبر حاجه لنا هو هالبعد الحقوقي اللي نحن بنضالنا بنقدر نحقق مطالبنا وحقوقنا. نعم. مش هيك؟ اشكر هدى وحضورها معنا. هدى يعطيك الف عافيه. اول شيء بدي اسالك، اول شيء كيف تاسس هذا النادي ومين وراء هذا التاسيس؟ قبل ما جاوب على السؤال اسمحوا لي لكم يسعد صباحكم. صباحي. يسعد صباح المشاهدين جميعا. انا كثير مبسوطه لاني اول مره بكون على تلفزيون الفيوتشر، هيدا بيشرفني طبعا. بيشرفنا كمان. بيشرفنا كمان. تفضلي. بقى كيف طلعت الفكره؟ من وين انطلقت الفكره بالنسبه لهالنادي؟ اوكي، هي اول شيء مش فكرتي انا وحده، فكرتي وفكره زميلي لإلي اسمها روان الامين، كمان هي اعلاميه. نعم. كانت فكرتنا اول شيء جروب على الواتساب، بنجمع بهيدا الجروب اشخاص من الدول العربية. أول شيء الفكرة بلشت هيك من الدول العربية. طبعا الأشخاص بنعرفهم من خلال السوشيال ميديا ومن خلال السفرات اللي بنعملها أنا شخصيا، يعني السفرات اللي عملتها سواء على بالأردن أو الكويت أو تركيا أو مصر ومؤخرا هلأ إن شاء الله تونس. قدرت أعمل جسر تواصل بيني وبين كتير أشخاص، فضفناهم على الواتساب.
بعدين اكتشفنا انه هول الاشخاص نفسهم صاروا يعطونا ارقام لاشخاص تانيين موجودين بدول اوروبيه مثل مثلا بسويسرا، بامريكا، ببريطانيا، بالمانيا، بفرنسا. هول الاشخاص كمان صرنا نتواصل معهم، وطبعا هالجروب كبر وعملنا فيسبوك بيج سميناها لأجل الإعاقة. نعم. وعملنا كمان كلوب كمان. نعم. هدى أنا عندي سؤال، منك إعلامية حضرتك وصحفية، بعد ما سموح نستعمل كلمة إعاقة ولا لازم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أول شيء منظمة هيئة الأمم المتحدة استعملت كلمة إعاقة. كلمة إعاقة اللي هو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إذا بدنا نقول بالتعبير باللغة الإنجليزية disabled people. نعم. اللي هو اختصاره كلمة DP. نحن أصلا اسم النادي سميناه نادي حقوقي DP، يعني نادي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. ونحن ما عندنا مشكلة أنه تستعمل هيدي الكلمة، لأنه هي إعاقة شئنا أم أبينا، ولكن هيدي الإعاقة نحن كيف فينا نستخدمها هون الشطارة، مش شطارة أنه نلغيها. صحيح، لأنه مؤخرا صار حديث عن هالموضوع هدى، ونقال أنه ممنوع بقى نستعمل هالكلمة. بنستعمل يعني مش ممنوع، بس الأفضل تتلطف وتستعمل ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الفكرة انطلقت من لبنان، بس الفكرة النادي انطلقت إذا من لبنان للدول العربية، وصار في تعاون مع دول أوروبية. صحيح. نعم. أكيد. تفضل. وهيدي يعني من خلال السفرات اللي نحن عم نعملهن، عم نحاول انه نجيب دعم للمادة من كل انواع الدعم يلي بيخطر على بالك. عم نحاول نحكي مع جهات فاعلة. بس انا بدي نوه بشغلة، في كتير جمعيات انعملت على صعيد العالم العربي، ولكن نادي حقوقي بيتميز بشغلة، انه نادي حقوقي اشتغل على فكرة انه المعوق هو اللي بيقدر يقدم الحاجة، بينما باقي الجمعيات اشتغلت على فكرة انه المعوق هو بحاجة. لا، نحن مثل كل انسان قادرين نكون بحاجة، وقادرين نكون نحن عم نقدم الحاجة وعم نلبي حاجات الاخرين غير المعوقين. صح. لانه نحن بامكاننا نعمل كتير قصص. صح. يعني وهيدي الفكرة اللي حاول النادي انه يوصلها. هدى، يعني يعني اللي فهمته منك انتم تخطيتوا الاطر المحليه. أكيد. للدول العربيه، تخطيتوا الدول العربيه، صرتوا بالعالميه، يعني حكينا مع اوروبا، مع فرنسا، طبعا مع الولايات المتحده. طبعا. الامريكيه. طب هدى، شو اهداف النادي؟ يعني اليوم انتم شو اهم شيء، ولوين وصلتوا بهيدي الاهداف؟ شوف، انك انت تعمل نادي لتفرجي انه المعوق هو اللي بيقدم الحاجه، هيدا هدف بحد ذاته. حلو. نحن بدنا نفرجي انه المعوق قادر يعطي، قادر يكون هو قائد. هيدا واحد. اثنين، انه نطلع من فكرة التقوقع على بعض. يعني الجمعيات اللي انعملت إلها علاقة بالإعاقة، جمعيات تقوقعت على ذاتها. فنحن لا، نحن نادي دامج. في معنا أشخاص معوقين، في معنا أشخاص غير معوقين، لأن نحن بيهمنا أنه المجتمع اللي نحن منه بالآخر. يعني أنا مثلا ككفيفة، بس أهلي مش مكفوفين. فإذا كنا متقوقعين على ذاتنا، رح يبلش التفكك النفسي من الأسرة، ورح ينتقل للمجتمع، وبالتالي رح نكون أشخاص انطوائيين. لا، نحن عم نشتغل على فكرة أنه يكون المعوق هو شخص، هو بيخلق الدمج، هو منفتح، منفتح على كل شيء، على أسرته، على مجتمعه، على شغلات تانية حتى ما خاصة بالإعاقة، وعلى مواضيع أخرى كمان ما خاصة بالإعاقة. حققتوا شيء لحد هلأ استهدى؟ نحن هلأ بالبداية. نعم. يعني ما بدي أدعي أنه نحن طلعنا مثل ما بيقولوا الزهر من البير. نعم. ولكن نحن بطور التحقيق كتير أشياء. أكيد. نحن عم نعمل على تحقيقات أنا شخصيا عم بشتغلها، استمارات إلها علاقة بشركات، سواء شركات إعلامية
يعني عم نحكي مرئي مسموع مكتوب، سواء شركات تربوية عم نحكي مدارس جامعات، سواء شركات أخرى إلى علاقة كمان بالمهن، يعني بكل الاتجاهات أكيد هول الأشخاص اللي وظفت أشخاص معوقين عم نعمل استمارات، أنا شخصيا عم حضرها للاستمارات. طب هدى، يمكن إذا بناخد بالبعد شوي المحلي والعربي والعالمي، ما بدي فوت بكتير نقاط بس بشكل مقتضب ومختصر، يعني أنت برمتي هالدول عم تعديها واتصالاتك مع برات لبنان وعلى الحدود العالمية، شو يعني شو المشترك بين البعض المطلب الحقوقي بينه وبإعاقات بالعالم العربي ولبنان والغرب؟ أكيد في أمور في ديكالاج كتير كبير أكيد، بس إذا فينا نعرف هيك كم نقطة اختبرتيهم ونحن قادرين كمجتمعات عربية قادرين نسدها أو بتقصيرنا ما عم نقدر نسدها؟ سؤالك على فكرة كتير حلو، أنا كنت حابة أنه تسألني. أول شيء بالنسبة للمجتمع الغربي بدك تشيله، لأنه المجتمع الغربي مجتمع أصلاً متطور بالنسبة لهيدي الأمور، يعني هن مش بحاجة لحتى يطوروا حالهم لأنه هن متطورين وعملوا كل شيء له علاقة بالإعاقة، متوفر لهم كل الإمكانيات فعلاً. يعني بالدول الأوروبية شو ما بدك عد، يعني بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، شو ما بدك عد، عاملين أشياء واصلين للتطور اللي إذا بدك اللي هو 100% يعني. للأمر أي. أما بالنسبة للمجتمعات العربية المطالب هي ذاتها، يعني التوظيف، حتى في مؤخرا بالمغرب عملوا مظاهرة المعوقين تيطالبوا بحقوقهم الطبيعية اللي يمكن نحن بلبنان متوفرت لنا، فبالمظاهرة تخيل للأسف السلطات بالمغرب استعملت أساليب غير أخلاقية أبدا أبدا مع الأشخاص المعوقين، شيء فعلا ببكي. يعني بعدنا بحلقة مفرغة. صحيح. بالجزائر مثلا بعد لهلأ ما عندهم قانون، بلبنان القانون بحاجة، القانون عندنا بلبنان عبارة عن ثغرات، يعني مش قانون قد ما هو ثغرات بحاجة للتعديل بثلاث ارباعه، كتير مختلف عن قانون الاتفاقية الدولية. هدى سوري عم بعطيك، بس انت حدا بعرف انه عنده كثير مواهب مع حد المنتدى، المنتدى الحقوق اللي عم تاسسوه، انت حدا عنده شغل بالاوديو فيزيوال، اشتركت بمسابقات بمصر وبعدة دول عربية وبتكتبي شعر، شو بتخبرينا بهالنقطة؟ بالنسبة للمسابقات اللي بمصر وبعدة دول عربية، انا قدمت فيلم وثائقي مؤخرا قدمته بمصر، بيحكي عن شاب أصم هو عم بيعبر عن حاله. في فيلم آخر كمان أنا بصدد الشغل فيه، بدي أشتغله بشوارع بيروت، حابة هيك أبرم شوارع بيروت وأحكي عن بيروت وعن شوارعها بس بمنظار الإنسان الكفيفة. هدى برافو عليكي، اسم الله عليكي، يعطيكي ألف عافية. يعني أنت بس ما نحكي كلمة إعاقة يعني يمكن لا تنطبق عليكي وعلى دكتور غسان كمان، لأنه علي عبد أدمو في عالم ما عنده إعاقة جسدية ولكن ممكن يكون إنتاجها أقل بكتير من إنتاجاتكم اللي عم تعملوها بالحياة. في تقول شيء دكتور غسان؟ حبيبي حبيبي، أنا كنت بدي كفي شغلة كمان، أنه أنا عندي ديوان نشرته بال 2010 اسمه أنا إنسان. وهلأ عندي دواوين أخرى كمان ولكن لم تنشر، عندي روايات كمان بكتب وعندي باع بالموسيقى وكمان درس إلى حد ما موسيقى، يعني بالإضافة لدراستي الجامعية، يعني صحفية وكاتبة وفنانة بكل ما للكلمة من معنى. يعطيك ألف عافية هدى. كنت اليوم أنا عم بحكي عن الاختلاف، الاختلاف بالأديان، الاختلاف بوجهات النظر، الاختلاف يعني السياسي ومحبتنا لأي جهة، كل الاختلافات اللي بتقف فيها العالم بحياتنا، اختلاف بالمستوى الاجتماعي بالماديات، ولكن دايما وقت نلتقي بالأشخاص
بنشوف كثير نقاط مشتركه بيننا وبينهم، وهيدا يلي مخلى لبنان دائما يكون في عيش مشترك ناجح. صح. وكل القاده يلي قدروا يوصلوا لهالنقطه بتقبل الاختلاف وتقبل الاخر قدروا يوصلوا بالوطنيه لمطارح ومراحل متطوره ومتقدمه. بالاختلاف طبعا اللي انتم عم تحكوا عنه وبهالنادي يلي انت عم تحكي عنه عم تهتمي فيه ست هدى مع القيمين، بتمنى انه يبطل في اختلاف ونشوف قد ايه انتاجيه بعض الاشخاص اللي عندهم اعاقه جسديه ولكن ما عندهم اعاقه انه انتاجيه. هلا انا يعني اذا سمحت لي بدي ضوي على هيدي النقطه. لا. فكره انه يبطل في اختلاف، رح يضل في اختلاف للاسف، لانه انت ما فيك تغير حدا اذا هيدا الحدا ما بده يغير نفسه. نعم. نحن عايشين بمجتمع ما بيشوفنا الا مكفوفين. نعم. نحن هدفنا انه نقلل نسبه هول الناس قد ما بنقدر. صح. وهول الناس اللي حابين انه يفكروا هيك هن بعدين بيكتشفوا انه هن لحالهم يا اما بينجبروا يكونوا معنا. نعم. يا اما بيتقوقعوا على ذاتهم. نحن معكم، نحن ما بنشوف نحن ما بنشوف انكم مكفوفين مع اللي كل اللي حكيتي. بريك ونرجع دكتور غسان تنين القادم بحلقه جديده بصعب كثير. أنا بدي طبعاً حيي كل المشاهدين وخاصة كمان يلي عم يشاركونا عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح. هل أنتم سلسبين على صحتكم أو بتقطعوا الأمور هيك مرور الكرام؟ انصاف علو صباح الخير، بأمور بتنحل بكوب من الزهورات، هيدي عجبتني كثير، أو دواء موجود ببيتنا كمان، وأكيد إذا في شيء ما بينحل لازم نزور الطبيب. صباحه أكيد بدها حكيم، ما لازم ناخذ دواء من راسنا، واستشارة الطبيب هي مهمة جدا. هلا مش غلط يكون في طبيب عائلي على التليفون، ممكن الواحد يستشير وما يوصل لمراحل متقدمة من المرض. روان طفال بونجور، لا بالمرة حتى دواء مثل الخلق ما باخد إلا إذا وجع كثير كبير. لا بدكم شغلة أكيد، مش لازم ناخذ دواء من راسنا، حتى يعني أقل الأدوية البسيطة لازم أكيد استشارة الطبيب، وأكيد في عنا جهة طبية معينة فينا نلتجئ لها ونسألها أي سؤال إذا صار معنا شيء urgent، على أمل أنه دائما الإنسان يهتم بصحته، لأنه الصحة هي تاج على راسنا لازم تكون، وهي بتحل كل الأمور. بتمنى عليكم أنه أبدا ما تهملوا هالموضوع، مش لحد السرساب والمرض. بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح، فيكم تتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، وفيكم تتابعوا فقرات عالم الصباح وبرامج تلفزيون مستقبل futuretvnetwork.com. مع خلينا نحكي ومع تانيا، وموضوع أكيد بهمكم أهم شيء بالحياة وخاصة المدراء، اسمعوني منيح الله يرضى عليكم، المدراء المدراء المسؤولين والقادة والسياسيين وكل العالم اللي هن الليدر وهن عندهم صنع القرار، يسمعوا كمان، يسمعوا مش بس نحن بنسمع لهم، يسمعوا لنا. أهم شيء تكون جود لسنر، مصغي ممتاز، هون أنت بتنجح وبتنجحنا معك. وخمس عناصر أكيد للذكاء العاطفي رح نحكي عنها كمان، بالإضافة لأنك تكون جود لسنر. في سيدة عاشت 130 سنة، 127 سنة، كانت أكبر معمرة فرنسوية، سألوها شو السر؟ قالت لهم بعطيكم سرين مش أكتر، يعني ما بعرف، يعني أخذت معها بعدين الأسرار الباقيين. قالت لهم كل يوم كنت أخذ لبن وخيار بالليل وأكل خس كتير ونوع واحد من الطعام خلال النهار. بس نحن مع ميزاتنا اللبنانية كيف بدنا ناكل نوع واحد من الطعام؟ تانيا صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. من هون بنقول أهمية البروبايوتيك، لأنه اللبن فيه نوع من البروبايوتيك، كيف إذا أخذنا جرعات إضافية بكتيريا جيدة للمصاري، مهم إنه يتاخذ طبعا خلال النهار. صحيح. كنا عم نحكي عن الاختلاف وتقبل الآخر، وطبعا أنت من مواضيعك بكون هذا الموضوع. مظبوط. وقديش بلبنان في عنا عيش مشترك، العيش المشترك هو نتيجة تقبل تقبل الآخر. مظبوط صح. وكان بالفقرة كنت عم بصغي للفقرة هلا كمان، كنتوا عم تحكوا عن هالنوع من الاختلاف اللي لازم يشمل كل أنواع. نحن عم نحكي كل الاختلاف. صح.
صحيح. بالحياه صح. ليش لازم نلتقي بعالم كثير بحياتنا؟ كل واحد عنده حاله معينه مزبوط. ولكن مزبوط. ممكن نكون ضده، ممكن مزبوط. انه نقرب وجهه النظر صحيح. نلتقي معه على النص صحيح. قديش انت بتعيشي الاختلاف؟ جدا. انا بلاقي الاختلاف هو اغنى شيء عنا، يعني الى جانب الصحه اللي عم تحكي عنها كثير مهمه الصحه لا. هي مزبوط تاج على راسنا. بعلاقاتنا البشريه اهم صفه هي انه مختلفين بالبشره، بالتقاليد، بالعادات، بالمأكل، بالمشرب، بالإيمان، بكل شيء. هاي الهدية الثانية اللي عنا إياها، على أمل، على شرط إنه نقدرها، ما نخاف من الاختلاف. عنا ميول نخاف من الاختلاف، ولكن إذا مننمي ذكائنا العاطفي جوزيف وهو شيء موجود عنا، نقدر ساعتها نشوف الاختلاف إنه غنى مش شيء ثاني. ولهالسبب رح بلش بالذكاء العاطفي اليوم أحكي عنه اللي بيساعدنا لحل النزاعات، إنه إذا فينا ننمي ذكائنا العاطفي. وعلى فكرة ليلي بعد ما بيعرفوا المطلوب صار اليوم اكثر من الاي كيو او الذكاء، نسبه الذكاء الانتليجنس كويفيشنت، صار الاي كيو عم ينطلب بسوق العمل وبسوق بالمهن المستقبليه. ايموشنال يعني صح، ايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي، لانه المطلوب صارت الامور اكثر تعقيدا بالعمل واكثر تطلبا للتطور السريع معه. فاذا ما بقى يكفي اليوم انت تكون عندك نسبه ذكاء عالية، إذا عندك نسبة ذكاء عالية ونسبة emotional intelligence أو ذكاء عاطفي سيئة، عندك مشكلة. لهالسبب ما لازم بقى يعني ناخدها هيك بالمستهين القصة. يا ريت المدارس كمان بتشتغل أكثر على تنمية الذكاء العاطفي، لأنه نظام التربوي بعده على الآن بالآي كيو، هو صار المتطلب أكثر، المطلوب أكثر بسوق العمل هو الإي كيو أو الإصغاء الجيد، هو من ضمن ذكاء طبعاً العاطفي. طبعاً تنمية الذكاء. أنا بعرف إنه حل يعني فيك تشكيلي همومك هلا. إيه فيك بعرف. هيدي شغلة كثير مهمة. بس قبل ما فوت على الإصغاء على السريع، الذكاء العاطفي هن خمسة اشياء بنميهم بحالة. إمكانية السيطرة على ستريس، حكينا فيها بحلقات سابقة. الوعي العاطفي، الوعي العاطفي يكون عندي مثل أنتينات غير مرئية بلقط عاطفياً شو عم بيصير بموقف ما. التواصل اللا شفهي، التواصل يلي مش عايز دايماً كلام، يلي بيقدر يفهم اللغة الجسدية، بيقدر يفهم الصوت، بيقدر يفهم التصرف بلا ما يعوز كلام، هيدا أيضاً من نوع من أنواع الذكاء العاطفي. التواصل اللعوب او المهضوم او الحلو او البناء، هذا الايجابي دائما بيساعدنا بالذكاء العاطفي. واكيد قدرات حل النزاعات بطرق بناءة وطرق جيدة اللي دائما بنحكي عنه بخلينا نحكي. اذا اللي نحكي عنه بخلينا نحكي هو صلب الموضوع للايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. للمشاهدين يضلوا يتابعونا، لانه بالفعل نحن اللي بنعطيه كل حلقه شوي شوي، هو بنهايه الامر تنمية لذكائنا العاطفي، لأنه نحن بحاجة ماسة له ككائنات اجتماعية. أما بالنسبة للإصغاء خليني أقول شغلة جوزيف قبل ما أبدأ. بدرب كتير، بدرب بلبنان، بدرب بالدول العربية، أوقات بدرب حتى بالخارج، بالخارج بالدول الأوروبية، وعم بكتشف شغلة كتير كبيرة خاصة للأسف بعالمنا العربي. الإصغاء عنا سيء جدا. نسبة الإصغاء الناشط عاطلة جدا. نحن لا نصغي، ما بنصغي، نحن بنسمع، وبسمع انت وعم تحكي لحضر لك جوابي، وبسمع لحتى حضر لك الديفانس تبعي او الدفاع تبعي. لكون انا الربحان. ولكون انا الربحان. قليل ليل اكيد انتبه، من انا ضد الشموليه بالمطلق، اكيد ما عم بعمم، عم اقول الحاله العامه السائده، اكيد في افراد عندهم قدرات اصغاء رائعه، واكيد في ناس عم تشتغل على قدرات الاصغاء عندها، ولكن السائد اكثر يلي عم بكتشفه خاصة الجيل الشاب عم شوفوا فيها، الإصغاء الناشط شبه غائب، لأنه ما حدا نمّالهم هالقدرات لما كانوا صغار. لا الأهل عندهم PhD بالتعليم هالأمور، ولا المدارس عندها وقت أو انتبهت يمكن أنه عم تنتبه أنه هيدا شيء ضروري، هيدا جزء من الإيموشن. بتعرفي شغلة يعني ضروري، أنا هون بتوجه عن جد من القادة، من أصحاب القرار ومن أصحاب المؤسسات ورؤساء مجالس الإدارة والأهل بالتحديد، الأب والأم والمعلمات بالمدرسة، ليكوا قد إيه أنتم كل واحد بدوره إذا بيصغي بتحلوا أمور كثيرة ومنربي أجيال صح. على هالطريقة هيدي 100% جوزيف. ورح أقول شغلة كثير بسيطة بقولها عادة، عندنا دينتين فقط للإصغاء، وعندنا تم للكلام وللطعام وللتنفس،
طيب شو الرسالة أقولكم؟ إنه عنا دينتين وتم واحد، دينتين فقط عندهم دور واحد، والتم عنده ثلاث أدوار بس هو تم واحد، معناتها مطلوب نصري أكثر. لنجيبوه في إكليب. ما هي معناتها نسمع دولبي سيستم، نسمع سراوند سيستم، معناتها نحن لنكون عم نتواصل بشكل إيجابي، أول شيء لازم نعمله، أكثر شيء لازم نعمله هو الإصغاء. يعني مرتين إصغاء مرة حكي، هالقد فرق، هالقد بده يكون في فرق، دبل الكم. تصغي أنت تانية؟ جدا. ونميتها. معناتها بتحكي كثير. صح. بصغي كثير، مع إنه بحكي كثير ولكن لما بصغي بصغي بكل كياني، ونميت هالقدرة فيي. الذكاء العاطفي اشتغلت عليه وعم نميه كل يوم، ما وصلت لمرحلة. بس الواحد مش يقصد يصغي، يحب يصغي، أنا بحب أصغي، بحب أسمع. لا بعد حلو كثير، حلو كثير اللي عم تقوله، لانه هو من انطلاق من محبه، من محبه الاخر، من محبه انه بدي ابني جسر مع الاخر، بدي ابني علاقه مع الاخر، ساعتها طبيعيا بيرجع لي الاصغاء الناشط، طبيعيا ببطل اطش الاخر، هو عم بيحكي، ببطل اعطيه وجهه نظري لما بيقول كلمه، بصير بنطر ليخلص، بنطر ما بيصير شيء اذا نطرت، لما الواحد بيقول كل يلي عنده بصير مستعد يسمع لي، اذا بعد ما خلص كل اللي عنده انا عم بقطش ولا بوارد بس يسمع. انا مع شغلي انا بصغي كثير، ولكن في اوقات بعض الاشخاص هن وعم بيخبروك الخبريه هي ذاتها بعشرة تورنيج دو فراز، يعني بيقلبوا الجمله بشي 10 طرق. اقولك ليش؟ انا 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 مع انه اوقات انه بطريقه ما نقطش لنقدر صح نعطي رأي. بتعرف كيف فيك هيدا الشخص اولى، قبل ما نقول كيف فينا نوقفه، بس هيدا الشخص اولى ليه عم بيعيد نفس القصه بكذا؟ هل قد قلمته يعني؟ هل قد قلمته وهل قد بده ينفهم؟ هل قد بده ينفهم ومفكر انه بهي الطريقه بينفهم؟ انا اذا بدي برهن له انه فهمته وهي وحده من تقنيات الاصغاء الناشط، بدي اعد له اللي سمعته. هيدا الشخص اذا بقول له اذا عفوا على المقاطعه بس اذا سمعتك مزبوط انت قلت كذا 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 عليكي. كذا اذا بعد له يلي انا سمعته برهن له انه عن جد سمعته. هيدا الانسان بحاجه لانه ينفهم. لما بقول له اني فهمت شو قصدك او سمعت شو قلت خليني اقول لك شو فهمت قصدك، بريح الانسان. جوزيف مثل السحر بتصير الامور. لنكون مصغين ناشطين اول شيء ما نقاطع، ثاني شيء نسمع للاخر وناكد انه فهمنا وجهه النظر. ياما اوقات بنكون مش فهمانين وجهه النظر وبنفوت دغري بالعرض، بدي افهم وجهه نظره، بدي انطلق من مفهوم انت حكيته بشكل غير مباشر وانا قلت لك مباشره عليه، من مفهوم المحبه. شو يعني مفهوم المحبه؟ مفهوم المحبه للاخر معناتها مش الانسان الاخر مش خلقه جاي يستفزني ومش خلقه جاي يضرني، مش مزبوط، مش خلقه معصب، في اسباب لكلها، واذا منطلقه من كلها وبسمع اكثر لفتش على السبب. صحيح. بعمل له ريفلكشن، بقول له انه بعتقد صغيت سمعت لك قلت كذا كذا، بحفزه هو وعم بيحكي على الاستمرار بالحكي او على قول كل ما عنده يقوله. اوقات بعطي تمارين جوزيف للمجموعات اللي بدربها، مطلوب من حدا يحكي قصه واللي قدامه يسكت 3 دقائق يسمع له. بتعرف انه في اشخاص عندهم مشكله يسكتوا 3 دقائق ويسمعوا؟ اكيد 3 دقائق يلي هي ماشي، بس قد ما معودين على المقاطعه وعلى ابداء الراي وعلى انه ايه 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 فهمت شو قصدك وعلى ايه بس انا مدري شو، هيدول الفيروسز قد ما معودين عليهم بطلنا نصري. بتعرفي هلا اذا بتفتحي اتصالات، هلا اذا بتفتحي للعالم يتصلوا، تقولي انا ما رح احكي بس رح اسمع لكم، بتعرفي قد بيجي عالم ممكن صحيح. تشكي همومها بس يمكن بلا ما تعرف عن نفسها 100%. العالم كله عبالها تحكي وتفضفض وتقول شغله مهمه بالنسبه للمحبه. الواحد يصغي بمحبه اصلا ببين اذا عم يصغي بمحبه، صحيح، لانه البادي لانجوج او الجريماس تبع الوجه الاكسبرشن هي بتبين اذا انت عم تصغي ومتلقي جيد او متلقي فيك، يعني مش صحيح مش يعني فيي انا اكون 100% اللي عم تقوله صح، يعني انا فيي اكون تركتك تحكي للاخر بس انا قدامك عم بعمل هيك. بين من شكلي انه مش طايقتك ورح ارجع اكرر مش عم تستوعبيني ما حابب ساعتها اكيد رح ترجع تكرر. فبالتالي ضروري مثلا مش غلط نقول بدي افهم شو اللي صاير معك، شو اللي خليك معصب، عبالي افهم بليز فسر لي. هول الكلمات بحفزوا الاخر انه يحكي، ولما بطلب من الاخر يفسر لي بدي اسكت واسمع له وشيل افكاري المسبقه. طيب فينا نعيد بعد عندنا دقيقه بسرعه شو هن الخمس نقاط للذكاء العاطفي؟ للذكاء العاطفي اولا القدرة على السيطرة على الستريس والتعصيب بسرعة، نعم. وهي قدرة عم نحكي عنها وفينا نسيطر عليها.
الوعي العاطفي، اقدر افهم ويكون عندي انتينات بتلقط المشاعر اللي انت قاطع فيها باللي عم تحكي، وبتلقط مشاعري انا اللي عم بيقطع فيي انت وعم تحكي. نعم. هيدا الوعي العاطفي. التواصل اللاشفهي، افهم لغه الجسد، بادي لانجويج. التواصل البلايفل، اللعوب، المهضوم، المحب، يعني التواصل الايجابي اقدر اقراك اكثر كمان، يعني من خلال والتواصل يعني بمعنى اخر المنطلق من محبه للاخر، واخر conflict. عامل الكونفليكت ريزولوشن او القدره على حل النزاعات بشكل بناء. خلينا حكينا عنها كثير بخلينا دائما بنحكي عنها، وخلينا نعمل حلقه عن كل وحده. صحيح. ما بيبرقوا. لا لا اكيد، ودائما عم نعمل حلقات بهالاطار. ثانك يو. ثانك يو الك. بريك ونرجع، ما تروحوا لمطرح، خليكن معنا لأنه مكملين عالم الصباح، ورح ننتقل لنكمل وصفتنا الصحية، لأنه اليوم الصحة بالدرجة الأولى والإصغاء بالدرجة الثانية، شو كمان، والاختلاف كمان مهم بحياتنا، لتقبل وتقريب وجهة النظر، خليكن معنا. عودي معكم للمتابعة. أنا بدي أتشكر كل يلي تابعونا، وطبعا كل يلي انضموا لنا هلأ بحييهم. بآخر محطاتنا اليوم بعالم الصباح رح نروح على ورشة ملح مع شيف نكمل الوصفات، وهيدا الصحن صار جاهز قبل بوقتها، اللي هي اللبن المهم كل يوم ناخده. بعدنا كنت عم بحكي على اللبن قد مهم، والبرغل، وخاصة إذا كان برغل حبة كاملة، مهم جدا فايبرز للمعدة. اهتموا بصحتكم كتير منيح، عرفوا شو تاكلوا، لازم يكون عندكم ثقافة الأكل، يعني تعرفوا شو تاكلوا، لأنه الصحة هي من شو تدخل على الفم، بالإضافة للرياضة اللي ننصح فيها دايما لو حتى مشي تلت ساعة خلال النهار. رح نروح عند الشيف ورشة ملح، وأنا بنضم لإله بعد شوي. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه التلفزيون مستقبل. اليوم في عنا ثلاث وصفات، في عنا وحده حلو، وصفتين مالح، البرغل باللحمه والخضار، وايضا في عندي الكفته، الكفته بصلصه الطحينه طبعا، وعنا كمان بعد الكب كيك بالزبده. الكب كيك بالزبده صار جاهز عنا بس، ولكن رح ارجع حضر العجينه انا وياكم مره ثانيه. لكن مشاهدينا بالبداية بلشنا بالكفتة. الكفتة هاي الحشوة جبت لحمة ناعمة، حطيت معها بقدونس، حطيت معها بصل، حطيت معها كمان من الثوم فليفلة، وأيضا حطينا كمون وكزبرة يابسة، فلفل أسود، ورشة ملح. صار عندي الكفتة عم بعملها بشكل أصابع، طبعا أنتم مشاهدينا فيكم تعملوها بالشكل اللي بدكم اياه. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، لكن بهالشكل مثل ما عم نشوف عنا كيف عم بحضر الكفته، عم بقلي الكفته، راح نحضر الصلصه، الصلصه رح نحضرها بطريقه كثير سريعه ونحطها على النار، لان الصلصه ما رح تاخذ معنا وقت، اصلا هي الطبخه كلها ما بدها كثير وقت، يعني مثل ما عم بتشوفوا حضرنا الكفته وعم نقليها بالقلايه بهالشكل. وراح نحضر لها الصلصة، هي عبارة عن طحينة، طبعا الطحينة راح تكون من منتوجات تونس فود مع عصير الحامض، وبدنا نضيف لها كمان لبن. هون بدي اقول لك كل المشاهدين طبعا فيكم تحطوا معها كمان من دبس الرمان، مش غلط اذا حطينا دبس الرمان. انا مشاهدينا راح احط معها رشة فلفل اسود ورشة ملح بدي ضيفهم عليها، لكن اللحمة بالقلاية عم نقليهم بزيت الزيتون. زيت الزيتون نحن بنعرف كلنا قد ايه صحي زيت الزيتون، لهالسبب انا عم بستعمل على طول بطبخاتي كلها زيت زيتون. كمان بعد في عندي حبه بضيفها، بنروح بنبلش سوا نحضر للصلصه. اوكي، هاي اللحمه صارت جاهزه، بنغير كفوفنا من ورا اللحمه وبنشيل لوحة التقطيع عليها لحمة، ومنغطي القلاية لحتى طبعا يستوي، لكن منغطي القلاية نتركهم يستوي. بهالوقت رح جيب طنجرة، لكن مشاهدينا رح جيب طنجرة، حط بهيدي الطنجرة، لكن في عندي طنجرة رح ضيف لها لبن، وراح نضيف الطحينه.
لكن مثل ما خبرتكم طحينة اللي هي من منتجات تونس فود. هيدي طحينة بضيفها للطنجرة. اوكي ضفت طحينة وايضا منجيب لبن، بضيف لبن كمان فوق الطحينة. عندي عصير حامض كمان، لكن مشاهدينا عصير حامض. بدنا نحط ملح، اوكي، وبحطهم على النار. البرغلات صاروا جاهزين، بحطهم محل البرغل، بنحركهم كتير منيح مع المي، لكن منضيف مي لألون. مثل ما خبرتكم فينا نضيف لألون دبس الرمان، مش غلط إذا حطيت دبس الرمان لهالوصفة. لكن بالطنجرة عنا مشاهدينا عنا طحينة، عنا لبن، عنا عصير حامض، عندي ملح، ومثل ما خبرتكم رح ضيف لألون فلفل أسود. أوكي لكن ضفنا الفلفل الأسود، بحركهم مع بعض لحتى يبلشوا يغلوا. بعد ما يغلوا رح ضيفهم أنا فوق الكفتة، طبعا الكفتة اللي عم نقليها، لكن الكفتة عندي على النار وأنا بترك بهالوقت الصلصة لحتى تغلي. بهالوقت شو رح أعمل؟ بهالوقت رح أجيب بصلة، لكن بهالوقت أنا بجيب بصلة. خلينا نشوف كمان الكفتة شو صار فيها. أوكي هاي الكفتة مثل ما عم نشوفها كمان قدامنا كيف أخذت لون دغري، بس غطيتها لهالسبب أنا بغطيها. طبعا برجع بغطيها لحتى تستوي. بعد ما تستوي رح اسكبها واسكب صلصة الطحينة عليها. فيني اقدمها مع رز بشعيرية او فيني اقدمها مع برغل. انا اليوم ما عملت رز بشعيرية لان في عندي برغل، لهالسبب فيني اتناول البرغل مع هالوصفة، ما عندي اي مشكلة. بجيب بصل، بفرم البصل كمان جوانح مثل ما عم نشوف بهالشكل. ايضا بضيف للبصل جوانح، رح احط البصل جوانح على النار بزيت الزيتون، واضيف لألون التوم. طيب بجيب قلاية كمان، بحط قلاية ايضا على النار. لشو هول؟ هول البصل والتوم رح ضيفهم فوق الصلصة بعد ما تغلي الصلصة. انتو هون مشاهدينا او ستات البيوت فيكم بنفس الطنجرة اللي فيها طحينة تقلوا البصل بالاول وتقلوا التوم وترجعوا تحطوا الصلصة، ما عنا اي مشكلة. زيت زيتون مثل العادة، البصلات منضيفهم للقلاية، هول بصل. اوكي طيب صار عندي بصل كمان بالقلاية، لكن هول البصلات بعد ما يدبلوا رح شيلهم وضيفهم فوق الصلصة على النار. خلينا نجي شوي انا وياكم نحكي على البرغل. رح نجيب البرغل لحدنا ونحكي عن البرغل كيف حضرنا البرغل. هول البرغلات اول شيء غسلنا البرغل، برغل ابيض خشن غسلته وحطيته على جنب. اوكي جبت طنجرة، حطيت بكعب الطنجرة زيت زيتون، ضفت لها بصل، ضفت لها لحمة خشنة، ضفنا لها بازيلا، ضفنا فليفلة ملونة، ضفنا ايضا توم، حطيت رشة ملح، حطيت رشة كزبرة، حطيت رشة كمون، وايضا ضفنا لها من الكزبرة الخضراء. طيب صار عندي هالبرغلات، قليتهم، حضرت القلية، اللحمة مع الخضار مع البهارات، ضفت البرغل المغسل وحطيت لهم مي. طبعا نحن مشاهدينا حطينا مي غمرتهم او اقل من غمرتهم بشوي، وغطيناهم وتركناهم لحتى نبتوا على نار خفيفة. لكن البرغل حطينا اقل من غمرته مي، او غمرته يعني اكثر شيء فينا نحط نحن غمرته مي، وتركتهم لحتى نبتوا. بعد ما نبتوا عم نشوف نحن كيف طلعوا عندي بهالشكل، كيف مفرفدين، كيف مفلفلين. هيدا البرغل المفرفد المفلفل مثل ما عم نشوفه بهالشكل، لكن هيدا برغل ابيض خشن، لكن مثل ما عم نشوفه نحن مع هالخضار الشهية. طيب هون عندي الكفتة،
خلينا نشوف الكفته. الكفته مشاهدينا بدي تضل، انا ما بدي اياها كثير تتحمص، بدي اياها تضل جوسي. طيب هاي الكفته انا بفتكر صارت جاهزه عندنا، خلينا نشوف قلبها سوا. لكن قلبها بعد بده شوي صغيره، نتركها شوي كمان على النار، نرجع منغطيها. نحن هلا لكن بهالعمليه ناطرين البصل، ناطرين الصلصه لحتى الصلصه تغلي. بعد ما تغلي الصلصه رح اضيف لها البصل مع التومات اللي عم نقليهم. طبعا انا حطيت بصل بس بعده الثوم، ما ضفتهم للبصل لان لحتى تدبل البصله بضيف لهم الثوم. هون نحن الصلصه بلشت تغلي، بيضل في عنا عجينه الكب كيك رح نحضرها انا وياكم، بس مش هلا طبعا، رح نحضرها بعد البريك، ورح نحضر او نضيف البصلات والتومات فوق الصلصه. لكن خير رح نحن وياكم مع بريك صغير وبنرجع سوا. عودي معكم للمتابعة بآخر محطة لنا اليوم بعالم الصباح. طبعا رح نكمل البرغل يلي ناجح مع الشيف جدا، دقته من شوي مع اللبن كتير طيب ومفيد. حبة حبة يعني نقعه تلت ساعة نبت، جا غسله وحطه مثل ما قالكم انجريدينس، وأقل نكزة بشي نص سنتي مي بالطنجرة بيطلع هيك مدردر مثل ما بقولوا الدردر، يعني كل حبة وأختها. رح نروح عند الشيف حسين ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. خلينا نروح انا وياكم لحتى نبلش بالكب كيك. الكب كيك جبت انا مثل ما عم بتشوفوا قدامي خفيقه كهربائيه، اوكي، حطيت فيها بيض، لكن ضفنا البيض. طبعا رح نشوف المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشه للكب كيك، لكن اوكي، لكن مثل ما عم نشوف هيدا البيض، اوكي. طيب نشيل، طيب لكن حطيت انا طبعا بيض، راح ضيف فانيل، فيني حط معهم برش حامض، رح ضيف سكر بودرة. لكن عندي بيض، عندي فانيل، وأيضا مشاهدينا في عنا سكر بودرة، نخفقهم مع بعض لحتى طبعا يتضاعف حجم البيض. بعد ما يتكاثر عندي حجم البيض يصير كثير يعني يرفخ عندي البيض، رح ضيف له الطحين، ورح ضيف البيكنج باودر، وراح نضيف الزبدة، وأيضا مشاهدينا راح نضيف كمان الحليب للبيض والسكر. طيب هون نحن شو عملنا؟ هون برجع بجي بضيف البصل اللي قليناه مع الثوم، منضيفه فوق الطحين، نتركهم البصلات يغلوا مع الطحينة. طيب لكن عندي هون كمان هول استوى، الكفتة استوت صارت جاهزة، نغير الكفوف لحتى نبلش نسكب الكفتة أنا وياكم. طبعا هون أنا مشاهدينا ناطر البيض لحتى يرفخ، بعد ما يرفخ البيض راح نضيف له باقي المكونات. بهالوقت بجيب ملقط بدي بلش اسكب الكفتة، لكن في عندي نجيب الملقط نحط الكفتة بهالشكل مثل ما عم نشوف، فينا نعملها مثل ما خبرتكم بالشكل اللي بدنا اياه، ما عندنا اي مشكلة بالاشكال اللي عم نعملها او الاشكال اللي بنحضرها. اوكي كمان بنكرر العملية. طيب هاي الكفتة صارت عندي هون، بجيب الطحينة اللي عم تغلي، لكن مشاهدينا بنجيب الطحينة اللي عم تغلي
تضيفها دغري فوق الكفتة. اوكي رح جيب بقدونس، رش على وجهها بقدونس، زينها بالبقدونس. مثل ما عم نشوف نحن البيض بنتركه حوالي الخمس دقائق لحتى ينخفق. هيدي رشة بقدونس على الوجه، فيني حط كمان رشة صنوبر او رشة لوز. انا رح ضيف رشة لوز وهيدي اول وصفة صارت جاهزة. هون عنا البيض رفخ، رح اجي استعين بالطحين. لكن بجيب الطحين، بحط الطحين فوق البيض، رح جيب البيكنج باودر، رح جيب الحليب، ايضا رح جيب الكريم فريش، رح جيب كمان مشاهدينا الزبده. لكن كب كيك بالزبده، الزبده بدها تكون لينه. اوكي بضيف الزبده كمان بهالشكل وبرجع طبعا بخفقهم حوالي دقيقتين مع بعض. لكن هيدي هي عجينة الكب كيك. مثل ما شفتوا كيف حضرنا، بنحطها نحن بقوالب الكب كيك. انا سكبتها باول فقرة من فقرات رشة ملح وحضرت هالعجينة وخبرتكم، رح ارجع حضر لكم اياها باخر فقرة. اوكي طيب، لكن عندي اياهم بهالشكل، فيني اشيل الورقة عنهم وفيني اتركهم كمان بورقتهم، ما عندي اي مشكلة. لكن عم شوف كيف عم حضرهم او كيف عم شيل القشرة عنهم بهالشكل هيدا. طيب لكن هون نحن مشاهدينا منطفي الخلاط الكهربائي او الميكسر الكهربائي، وهيدي العجينة صارت جاهزة قدامنا. نسكبها نحن بالصينية أو صواني الكب كيك. طبعا إذا ما عندنا ورق الكب كيك شو فينا نعمل؟ فينا ندهن الصينية بالزبدة ونرشها بالطحين ونسكبهم دغري بالصينية. لكن هزينهم بالشوكولا. أوكي هون لكن صاروا جاهزين عندي الكب كيك. بجيب صلصة الشوكولا بزينهم بهالشكل. اهلا اهلا. شو هيدا يا شيف؟ هو الكب كيك، هو الكب كيك، هيدي الكفتة بالطحينة، هيدي الكفتة بالطحينة. وايضا حطيت لها توم شي؟ لا ما حطيت لها توم. ليه؟ ما بحطوا لها توم. انت ليه عم تسال؟ انا بعرف عندك مشكله مع التوم كمان، مع انه التوم مفيد للصحه اذا تخاف على صحتك. بدنا نسكب البرغل. بعد عنا 2 مينتس. يلا تفضل. اوكي انا حطيت له حب الهيل لشو؟ للحمه. للحمه، لا حطيت معهم حب هيل وورق غار، طبعا بيعطوا نكهه. يعني اذا بدهم ستات البيوت فين يحطوا حب هيل، وفيهم كمان ما يحطوا. لكن جوزيف هول 3 وصفات فاجين صحيه 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 صحيه. لا صحيه يعني هلا ما في كثير على فكره، انه ايه شويه زبده شويه سكر ما كتر زبده. فينا نعملها بالزيت، فينا نعملها بالزيت نباتي. صح ليك، بس نحن بنطرين منك وصفه حلو بزيت الزيتون لنشوف كيف تطلع الطعمه. اوكي لننصح فيها يعني، لانه زيت الزيتون بيحمل درجه حراره اعلى عاده مثل ما بنعرف. فاذا هيدي البرغل بتفين بيقولوا لها كمان، بس ممكن فينا نحط لها حمص. فينا نحط لها حمص. صح بتصير برغل بتفين يعني مش غلط. انا وهيدا الكب كيك وهيدا الكفته بالطحينه اللي فيه نعملها مقابلها رز اذا بدنا. اي صح، بس نحن هون عندنا جوزيف برغل. عرفت كيف؟ مش غلط ابدا. بس طبعا اذا بدنا نعمل نحن رز. نعم. مع رز بشعيريه. نتشكرك لكل المشاهدين. انا كمان بدي اشكر متابعتكم لنا. بكره عالم صباح جديد 10 بتوقيت بيروت. بلتقي فيكم بكره، لاقوني مع مواضيع جديده والشيف حسين كمان. باي.
can't give up your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. I feel with everything in you. What kind of love is this that you're giving me?